ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ سنة أولى عاملين ايه؟ معاكم زميلتكم إسراء حمود، فرقة تالتة على جبنها. هكون معاكم النهاردة إن شاء الله نكمل مع بعض باقي ال respiratory system، وهي محاضرة بعنوان ال lung volumes and capacities. أولا عايزة أفكركم وأفكر نفسي إن احنا طريقنا طويل، فأكيد هو مش مليان زهور، وأكيد مش أحسن حاجة كله، فلازم يحصل لنا دروبس كده. بس المهم، أهم حاجة إن احنا نسعى وما نبطلش سعي، وطبعا النتيجة عند ربنا سبحانه وتعالى يعني. وعايزين برضو نقول دعاء زميلتنا الدكتور شيماء السيد زكريا بالفرقة الرابعة، ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ادعو لها بالرحمة وربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر اهلها يا رب. محاضرة النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنتكلم على ثلاث مواضيع بس، وان شاء الله تبقى محاضرة خفيفة وسهلة. اول حاجة نبدأ بيها هي اللونج فوليومز اند كاباسيتيز، وهنتكلم عن الفوليومز بالتحديد والكاباسيتيز وعرفك يعني ايه. تاني حاجة نتكلم عنها هي جلسة اكستشينج او عملية تبادل الغازات اللي بتتم خلال البلمونري ممبرين. تالت حاجة هنتكلم عنها هي الجاز ترانسبورت او عملية نقل الغازات لما بيحصل تبادل الغازات للاكسجين او لثاني اكسيد الكربون، بيبقوا موجودين في البلاط او موجودين في الكابيلاريز. انا بقى عايزه اعرف ازاي الغازات دي بتمشي في الدم لحد ما توصل للتشو. تمام. قبل اي حاجه نبص على الصوره دي. الجهاز ده يا شباب اسمه سبايرومتري. سبايرومتري الجهاز ده عملوه عشان خاطر يقيسوا بيه الاحجام بتاعه الهواء. يعني مثلا الشخص بقى قعده، بطلب منه ان هو ياخد مثلا نورمال بريسنج، ياخد مثلا انسبيريشن ريسبيريشن. الجهاز مطالب منه او جهاز وظيفته ان هو يشوف لي النفس الطبيعي بتاع الشخص اللي قاعد ده كام ملي لتر من الهواء او كام لتر من الهواء. هطلب منه ان هو ياخد نفس عميق. الجهاز هيبين لي عن طريق المونيتورنج ده، عن طريق الشاشه الرقميه دي، هيبين لي الرقم بتاع حجم الهواء. يعني من الاخر هيحول لي الكميه لارقام، او هيحول لي النفس لارقام. عن طريق ايه بقى؟ ايه فكره عمل الجهاز السبايرومتري؟ ان انا بجيب زي نوز كليب كده، ان انا بجيب زي سداده كده بحطها على مناخير العيان او مناخير الشخص ده، عشان اضمن ان النفس كله هيطلع في السبايروميتر او هيطلع في الحاجه اللي هو حاططها في بقه دي. وبعد كده الهواء هيمشي من السبايروميتر، هيدخل جوه الجهاز، هيظهر على المونيتور. الهواء اللي انا دخلته او الشخص ده دخله هيظهر على المونيتور كارقام. الجهاز ده هو اللي انا هستخدمه يا جماعه في التجربه اللي انا هعملها دي. هعمل ايه؟ المفروض ان انا عندي النورمال بيرسون او الشخص الطبيعي لما بياخد انسبيريشن او بيطلع اكسبيريشن لا يبذل اي مجهود في ان هو يعمل انسبيريشن اكسبيريشن. يعني النفس العادي بياخده وبيخرجه من غير اي حاجة. انا مثلا كشخص بتكلم، بشرب، بعمل اي حاجة، بذاكر، بتعامل في الحياة عموما، نفسي ما بحسش بيه. فمعنى ان نفسي ما بحسش بيه كده معناه ان انا شخص نورمال والنفس بتاعي الطبيعي، ده النفس اللي معيشني، اللي هو هسميه التايدل فوليوم. التايدل فوليوم هو ده اول حجم عندنا او اول فوليوم عندنا. هقعد الشخص على الكرسي ده واحط له النوز كليب على مناخيره، هحط له سبايروميتر في بقه، هطلب من العيان ده اقول له خد نفس طبيعي جدا، بتتعامل في الحياه زي ما بتتعامل في الحياه، خد نفس طبيعي. هياخد نفس طبيعي، هيظهر على المونيتور اللي هو هيظهر على المونيتور الرقم ده، اكتشفه ان هو 500 ملي لتر من الهواء، ده الشخص النورمال. تمام. ده اول حاجه اللي هو التايدل فوليوم. يبقى التايدل فوليوم اللي هو اول واحد، ده اللي هو عباره عن الهواء اللي انا انسبايرد اللي انا باخده واكسبايرد او بطلعه خلال النورمال بريسنج، خلال النفس العادي، ولما اسوق على المونيتور لاقوه 500 ملي لتر من الهواء. نفس الشخص برضو قعدته على الجهاز وطلبت منه ياخد نفس طبيعي، خد انسبيريشن 500. بعد ما خد ال 500 طلبت منه ان هو ياخد نفس عميق، قلت له خد نفس عميق حد اقصى حاجة ممكن تجيبها. الشخص ده خد نفس عميق، ظهر على المونيتور رقم، لقوا ان هو 3000 ملي لتر من الهواء. فالرقم اللي هو ظهر ده 3000 ملي لتر من الهواء، ده النفس العميق اللي الشخص ده قدر ياخده بعد النورمال انسبيريشن. سميته انسبيراتوري ريفيرس فوليوم. سميته ايه يا اولاد؟ انسبيراتوري ريفيرس فوليوم. وده تاني فوليوم عندي، الانسبيراتوري ريفيرس فوليوم. انا بترجم الاوردر اللي انا بديه للعيان. الاوردر اللي انا اديته للعيان قلت له خد نورمال بريسنج، خد نورمال انسبيريشن، وبعد كده طلبت منه ان هو ياخد ديب انسبيريشن. يبقى تعريفه هو الديب انسبيريشن اللي العيان بياخده بعد النورمال انسبيريشن. ظهر على المونيتور قد ايه يا اسراء؟ ظهر على المونيتور 3000 ملي لتر من الهواء. يبقى ده تاني فوليوم. تمام.
يبقى التايدال فوليوم ده النفس الطبيعي الانسبايرد او الاكسبايرد اللي الشخص بيطلعه بياخده وبيطلعه في النفس العادي في الحياه عموما 500 مللي لتر من الهواء. قلت طلبت من العيان ان هو ياخد نفسه طبيعي، او مش شرط عيان، الناس عموما، طلبت ان هو ياخد نفس عادي انسبيريشن، بعد كده طلبت ان هو ياخد ديب انسبيريشن. يبقى الديب انسبيريشن او ديبست انسبيريشن افتر نورمال انسبيريشن بسميها انسبيراتوري ريفيرس فوليوم، لقوها على المونيتور 3000 ملي لتر. نفس الشخص هقعده برده على الجهاز ده، طلبت من العيان ده وهو حاطط كده الاسبيروميتر في بقه، قلت له طلع النفس الطبيعي بتاعك، يعني خد نفس، طلع النفس. بعد ما طلع النفس اللي هو النورمال اكسبيريشن، قلت له بقى طلع كل الهواء اللي موجود في صدرك، طلع لي كل الهواء اللي موجود في صدرك، اعمل ديبست اكسبيريشن. يبقى ده الاوردر اللي انا اديته له. ايه الاوردر؟ قلت له اعمل نورمال اكسبيريشن اللي هو التايدال فوليوم او ال 500 ملل من الهواء، وبعد كده طلبت منه ان هو يطلع الديبست اكسبيريشن، يطلع كل الهواء اللي موجود في اللنج بتاعته. عمل كده، لقوه على المونيتور ظاهر فيه رقم، الرقم اللي ظاهر لقوه ان هو 1100 ملل من الهواء، تمام. سميته ايه؟ تالت فوليوم، وده سميته اكسبيراتوري ريفيرس فوليوم. هي دي اكسبيراتوري بس هي مكتوبه اكسبيريشن، يعني بس هي اكسبيراتوري ريفيرس فوليوم. لقيت ان هو ايه 1100 ملل من الهواء ظهر على ايه؟ ظهر على المونيتور. يبقى انا دلوقتي تعريفه الاوردر اللي انا اديته له. الاوردر اللي انا اديته للعيان، قلت له حطيت طبعا الاسبيروميتر في بقه، وقلت له طلع نورمال اكسبيريشن اللي هو 500 ملل من الهواء، طلعه. بعد كده قلت له طلع بقى كل الهواء الموجود في صدرك، او طلع لي اعمل ديبست اكسبيريشن. يبقى هو الديبست اكسبيريشن افتر نورمال اكسبيريشن، لقوا ظاهر على المونيتور ان هو رقم، اسم رقم 1100 ملل من الهواء، سموه اكسبيراتوري ريفيرس فوليوم. يبقى يا شباب لغايه دلوقتي انا قلتش غير 3 فوليوم بس. الشخص ده قعدته وحطيت على مناخيره نوز كليب، حطيت في بقه سبايروميتر، ووصلته بالجهاز، والجهاز ده عليه شاشه بسميها المونيتور، ده بيعمل مونيتورنج للهواء. طلبت من العيان ياخد نفسه الطبيعي من غير اي نفس عميق، او من غير ما يطلع اي نفس زياده، لقوه ان هو 500 ملل من الهواء، سميته التايدال فوليوم، ده اللي هو النورمال اير في الانسباير او الاكسباير. قعدت العيان وطلبت منه ان هو ياخد نورمال انسبيريشن، خد النورمال انسبيريشن اللي هو 500، بعدها طلبت منه ان هو يعمل ديب انسبيريشن او ياخد نفس عميق اقصى حاجه ممكن ياخدها، ظهر على المونيتور 3000 ملل من الهواء، سميتهم انسبيراتوري ريفيرس فوليوم. ثالث حاجه قعدت العيان طلبت منه ان هو يعمل نورمال اكسبيريشن، بعدها طلبت منه ان هو يطلع كل الهواء اللي موجود في صدره، تمام، ظهر على المونيتور 1100 ملل من الهواء، سميته اكسبيراتوري ريفيرس فوليوم، تمام. بس لاحظوا حاجه بقى، العلماء لاحظوا حاجه، او الناس اللي كانت بتعمل التجارب دي او التجربه دي لاحظوا حاجه، ان الشخص لما قلت له اعمل ديب، اما قلت له اعمل ديب اكسبيريشن، يعني لما انا حطيت السبايروميتر في بقه قلت له اعمل ديب اكسبيريشن اكسبيريشن وطلع كل الهواء اللي موجود في صدره، لقوا برضو ان لسه ستيل في هواء موجود في الرئه. طب قالوا اشمعنى؟ مش انا طلبت من العيان ان هو يعمل ديب اكسبيريشن، العيان بيحاول او الشخص بيحاول ان هو يطلع كل الهواء اللي موجود في صدره، فمش عارف لسه في هواء موجود في اللونج. الهواء ده بقى سموه ريسيديوال فوليوم، واكتشفوا ان هو اصلا عند كل البشر في هواء بيبقى ستيل لسه موجود في الرئه حتى بعد بعمل الديبست اكسبيريشن. اي شخص كده مستحيل الاقي واحد من 8 مليار اللي عايشين على الكوكب قادر يطلع الريسيديوال فوليوم في الديبست اكسبيريشن. مهما الشخص عمل ديب اكسبيريشن عمره ما هيقدر يطلع الهواء اللي موجود اللي لسه بيبقى موجود في اللونج اللي هو الريسيديوال فوليوم. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق اللونج بتاعتنا فيها هواء حتى بعد الديبست اكسبيريشن؟ عايزك تتخيل معايا صديقي ان انا مثلا جبت بالونه وحطيت فيها ميه، وانا بنفخ البالونه اتنفخت عادي، وانا بفضي البالونه من الهواء، البالونه فيها ميه، لو انا فضيت البالونه كلها من الهواء تمام ومخليتش فيها هوا خالص، البالونه هتمسك في بعضها او جدار البالونه هيمسك في بعضه. نفس فكره الالفيولاي بالظبط، الالفيولاي لو ما فيش فيها هوا تمام او مش منفوخه، الشخص لما يجي يعمل ديب اكسبيريشن هيطلع كل الهواء الموجود في اللنج، فبالتالي الالفيولاي هتقوم ماسكه في بعضها. طب ده هتعود برجعيه على العيان ازاي، او هتعود برجعيه عليا انا شخصيا ازاي؟ ان الشخص ده لما يجي يعمل بقى انذر بريسنج، لما يجي ياخد نفس تاني في الانسبيريشن، هيواجه صعوبه وهيبذل ايفورت عالي قوي ان هو يفصل جدار الالفيولاي عن بعضه، ده مجهود زائد مجهود ان انا اصلا هعمل انسبيريشن او هعمل الالفيولاي ده بالهواء،
فهيبقى المجهود مضاعف. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلي الهواء ده موجود في اللونج، ما بيطلعش خالص من اللونج، عشان الشخص لما يجي يعمل انذر بريس او يعمل انذر بريسنج او انذر انسبيريشن ما يبذلش مجهود مضاعف، يبذل بس مجهود في ان هو ينفخ الالفيولاي، مش يفصل جدار الالفيولاي عن بعضه، لان طبعا هيبقى مشكله في الانسبيريشن جامده جدا. تمام. فالريسيديو والفوليوم ده هو الهواء اللي بيفضل موجود في اللونج حتى بعد الديبست اكسبيريشن، طبعا اسهل لو ان هو 1200 مللي لتر من الهواء. وفي معلومه كمان يا جماعه، ان الريسيديو والفوليوم ده مستحيل يطلع من اللنج، انا قلت لكم مستحيل يطلع من اللنج غير في حاله واحده بس، في حاله ان انا عملت اوبننج للشيست، ان انا فتحت الشيست وخليت اللنج يحصل فيها كولابسنج كومبليتلي، بتنهار كليا وبتتدمر، فبالتالي الهواء في الحاله دي هيطلع من اللنج. تمام. فدي السلايد اللي بعدها برضو بتوضح لي، بتقول ان الريسيديوال فوليوم ده الهواء اللي مش ممكن ان هو يخرج من اللنج. تمام. ومش بيخرج غير في حاله واحده بس، ان في حاله ان انا عملت اوبننج للشيست وسمحت لللونج ان يحصل لها كولابسنج كومبليتلي، ان هي خلاص تتدمر كليا. تمام. يبقى انا لو انا قلت مثلا ان انا نفس الشخص بياخد انسبيريشن اكسبيريشن، نورمال انسبيريشن اكسبيريشن، هو ده التايدال فوليوم، ده المفروض الريتم الطبيعي اللي الشخص يتنفس بيه، سميته التايدال فوليوم، اللي هو الحبه اللي انا عاملهم بالاحمر دول تايدال فوليوم. الشخص دلوقتي خد انسبيريشن، نورمال انسبيريشن، نورمال انسبيريشن، طلبت منه بقى ياخد ايه، ديب انسبيريشن اللي هو الحبه دول، ديب انسبيريشن اللي هو الحبه دول، سميته انسبيراتوري ريفيرس فوليوم. الشخص برضو بيتنفس طبيعي، نورمال بريسنج، انسبيريشن اكسبيريشن، جت في نقطه قلت له اعمل لي ديبست اكسبيريشن، طلع كل الهواء اللي موجود في صدرك، وصل لحد حد معين. سؤال، ليه اما عمل ديب اكسبيريشن ما وصلليش للصفر؟ برافو عليك، لان في ريسيديوال فوليوم، انا لسه قايله ان لسه فيه هواء بيبقى ستيل موجود في اللنج، فما يقدرش الشخص ده يطلع كل الهواء، فلان هو وصل لحد النص كده ما وصلش لحد الصفر، بسميته اكسبيراتوري ريفيرس فوليوم. اخر فوليوم اللي هو الريسيديوال فوليوم طبعا، اللي هو بيفضل موجود في اللنج من هنا لحد الصفر بقى، يعني اللي هو حبه الهواء دول اللي بيفضلوا موجودين في اللنج. تمام. هنتكلم قلنا على اللونج كاباسيتيز، او اللونج كاباسيتيز يا جماعه تبقى احسن كتير من الفوليومز، وتبقى اسهل كتير من الفوليومز لسبب. كلمه كاباسيتيز، انا دلوقتي عرفت الفوليومز الاساسيه اللي هما التايدال فوليوم، انسبيراتوري ريفيرس فوليوم، اكسبيراتوري ريفيرس فوليوم، ريسيديوال فوليوم. كاباسيتيز معناه ان انا هعمل سميشن، هعمل عمليه جمع للفوليومز اللي فاتت دي كلها، على حسب بقى الكاباسيتي اللي انا هتكلم عنها، بمعنى ان انا هتكلم عن الريسبيراتوري انسبيراتوري كاباسيتي. كاباسيتي معناها ان انا هجمع، قلت يا اما 2 فوليوم يا اما اكتر من 2 فوليومز. تمام. انسبيراتوري كاباسيتي معناها ان انا هجمع الاير اللي انا باخده في الانسبيريشن ككل، يعني انا اصلا لما انا اخدت اير في الانسبيريشن، اما جيت اخد نفس الطبيعي اخدت نورمال بريسنج اللي هو تايدال فوليوم 500 مللي لتر من الهواء، وبعد كده طلبت من العيان هو ياخد، او طلبت من الشخص ان هو ياخد ديب انسبيريشن او ديبست انسبيريشن ممكن ياخده، فخد 3000 ملل من الهواء، هجمع الاثنين دول على بعض بقى هيطلعوا لي انسبيراتوري كاباسيتي. يبقى الانسبيراتوري كاباسيتي ده ناتج جمع التايدال فوليوم مع انسبيراتوري ريفيرس فوليوم، الهواء اللي الشخص بياخده في الانسبيريشن ككل، سواء الطبيعي مع الديبست اكسبيريشن الديبست انسبيريشن. تمام. يعني هقعد العيان من الاخر واقول له خد نفس عميق، سواء كان بقى النورمال بريسنج مع الانسبيراتوري ريفيرس فوليوم. تمام. ده اول حاجه اسمها انسبيراتوري كاباسيتي. يبقى الانسبيراتوري كاباسيتي معناها ان انا هجمع التايدال فوليوم اللي هي الحبه اللي انا عامله عليها بالاحمر دي مع انسبيراتوري ريفيرس فوليوم، يعني الحبه دول انسبيراتوري كاباسيتي. تاني حاجه وهي الفانكشنال ريسيديوال كاباسيتي. الفانكشنال ريسيديوال كاباسيتي دي معناها الهواء اللي بيفضل موجود في اللنج بعد النورمال اكسبيريشن، بعد النورمال اكسبيريشن، يعني هقعد العيان او هقعد الشخص هقول له خد نفس طبيعي، خد 500، وبعد كده هقول له طلع نفسك الطبيعي، طلع لنفس ال 500 اللي هو خدهم، هل هو دلوقتي طلع الديبست اكسبيريشن، يعني طلع كل الهواء اللي موجود في اللنج؟ لا، بلس ان لسه فيه موجود ريسيديوال فوليوم. تمام. هجمع بقى الريسيديوال فوليوم مع الاكسبيراتوري ريفيرس فوليوم اللي هو اصلا ما طلعوش لان انا ما طلبتش منه، هيديني فانكشنال ريسيديوال كاباسيتي. سهله سهله. يبقى الفانكشنال ريسيديوال كاباسيتي الهواء اللي بيفضل موجود في اللونج بعد الشخص ما بيعمل نورمال اكسبيريشن،
لان انا ما طلبتش منه يطلع كل الهواء الموجود في اللنج، زائد ان في سفير ريسيديوال فوليوم ده اساسي اصلا بيفضل موجود في اللنج. هجمعهم الاثنين على بعض هيديني فانكشنال ريسيديوال كاباسيتي. تمام، لو انا جيت بصيت عليها بقى في الرسمه، الريسيديوال فوليوم اللي هي دي، ثواني، الريسيديوال فوليوم اللي هي دي، لا دي الاكسبيراتوري ريفرس فوليوم، سوري دي اكسبيراتوري ريفرس فوليوم، واللي تحت دي اللي هي ريسيديوال فوليوم. هجمعهم الاثنين على بعض يعني تقريبا من هنا لحد هنا، اللي هي ايه؟ فانكشنال ريسيديوال كاباسيتي. يبقى الفانكشنال ريسيديوال كاباسيتي ده مجموع الهواء اللي بيفضل موجود في اللونج بعد النورمال اكسبيريشن. الشخص خد نفس طبيعي، طلع نفس طبيعي، ما طلبتش منه ان هو يطلع كل الهواء الموجود في صدره، يبقى لسه الهواء هيفضل موجود في اللونج. هجمعه مع الريسيديوال فوليوم هيديني فانكشنال ريسيديوال كاباسيتي. يبقى دي تاني كباستي. يبقى الكباستي الاولانيه يا جماعه اتكلمني فيها اللي هي انسبيراتوري كباستي، دي توتال الهواء او مجموع الهواء اللي انا باخده في الانسبيريشن نورمال مع ديبست انسبيريشن، ادوني انسبيراتوري كباستي. تاني حاجه الفانكشنال ريسيديوال كباستي، دي الهواء اللي بيفضل موجود في اللونج بعد النورمال اكسبيريشن، عباره عن اكسبيراتوري ريفرس فوليوم مع ريسيديوال فوليوم. جمعوهم الاثنين يعني اكسبيراتوري ريفرس فوليوم 1100، ان ريسيديوال فوليوم 1200، جمعوهم الاثنين طلعوا لي 2300 مللي لتر من الهواء. الفايتال كاباسيتي دي اهم حاجه، الفايتال كاباسيتي دي النفس اللي انا باخده، يعني مثلا هقولها لكم بالبلدي، ان قاعد العيان واطلب منه اقول له خد نفس عميق، هياخد ايه؟ طلع نفسك كله بما فيهم النورمال بريسنج. يبقى انا لو جيت ركزت هلاقي ان هو خد نفسه طبيعي، مع النفس اللي هو خده ده خد نفس طبيعي وخد نفس عميق مع بعض، يعني خد نفسه الطبيعي ونفسه العميق خدهم مع بعض، واما طلعهم هما الاثنين مع بعض برضه، يبقى اما طلع كل الهواء ده مع بعضه، يعني خد تايدال فوليوم انسبيراتوري ريفرس فوليوم اكسبيراتوري ريفرس فوليوم، يعني من الاخر خد نفس عميق وطلعه بس كده. فهو حجم الهواء اللي هو كان بي اكسبايرد باي ديبست اكسبيريشن افتر ماكسيمال انسبيريشن، يعني انا اخدت نفس عميق وقمت مطلعه كله مره واحده. لو انا جيت ركزت هلاقي ان هو الشخص خد نفسه طبيعي، بعد كده ديبست انسبيريشن، بعد كده طلع الهواء اللي موجود في اللونج والتايدال فوليوم. لو جيت جمعتهم تايدال فوليوم 500، انسبيراتوري ريفرس فوليوم 3000، اكسبيراتوري ريفرس فوليوم 1100، كلهم على بعض هيبقوا 4500 مللي لتر من الهواء. يبقى 4500 مللي لتر من الهواء بتوع ايه؟ تايدال فوليوم انسبيراتوري ريفرس فوليوم اكسبيراتوري ريفرس فوليوم. يبقى الشخص ده خد نفس عميق وقام طلعه مره واحده. لو جيت بصيت عليها في الرسمه هلاقي التايدال فوليوم اللي هي دي مع انسبيراتوري ريفرس فوليوم اللي هي دي واكسبيراتوري ريفرس فوليوم، يعني تقريبا من النقطه دي لحد النقطه دي، عشان نشيل ده كله اهي من اول هنا لحد هنا، مجموع 3 تايدال فوليوم انسبيراتوري ريفرس فوليوم اكسبيراتوري ريفرس فوليوم بس كده. اخر حاجه بقى وهي الريسيديوال التوتال لونج كاباسيتي. التوتال لونج كاباسيتي او التوتال لونج كاباسيتي دي بجمع كل الفوليومز على بعضها، يعني بجمع تايدال فوليوم مع انسبيراتوري ريفرس فوليوم اكسبيراتوري ريفرس فوليوم مع ريسيديوال فوليوم، بجمع كله بقى يعني كل الفوليومز على بعضها عشان اجيب التوتال لونج كاباسيتي. تمام، فدي الماكسيمم فوليوم اوف اير، ده اقصى حاجه موجوده، اقصى هواء موجود في اللونج بعد الديبست انسبيريشن. تمام، عباره عن 5800 مللي لتر، ان انا تايدال فوليوم 500، انسبيراتوري ريفرس فوليوم 3000، اكسبيراتوري ريفرس فوليوم 1100، ريسيديوال فوليوم 1200، هجمعهم على بعض يديني 5800 مللي لتر من الهواء. او ممكن اقول فايتال كاباسيتي، مش انا يا شباب في السلايد اللي فاتت قلت انسبيراتوري ريفرس فوليوم مع تايدال فوليوم مع اكسبيراتوري ريفرس فوليوم ادوني فايتال كاباسيتي، فانا ممكن اقول بقى ان هي بتساوي الفايتال كاباسيتي زائد الريسيديوال فوليوم، صح ولا لا؟ تمام. يبقى كده كتوتال اللي انا قلته بقى من اول ما بدأنا لحد دلوقتي، قلت 4 فوليومز و4 كاباسيتيز. اول فوليوم هو التايدال فوليوم، ده النفس الطبيعي اللي الشخص بياخده في النورمال بريسنج انسبيريشن اكسبيريشن، اللي هو ده خد نفس عميق بعد النورمال انسبيريشن سميته انسبيراتوري ريفرس فوليوم، خد نفس عميق بعد النورمال اكسبيريشن او طلع نفس كله سميته اكسبيراتوري ريفرس فوليوم، لسه فيه لو لسه فيه موجود هواء موجود في اللونج اسمه ريسيديوال فوليوم. جمعت تايدال فوليوم مع انسبيراتوري ريفرس فوليوم من هنا لحد هنا سميته انسبيراتوري كاباسيتي، جمعت اكسبيراتوري ريفرس فوليوم مع ريسيديوال فوليوم يعني من هنا لحد هنا سميته فانكشنال ريسيديوال كاباسيتي، جمعت انسبيراتوري ريفرس فوليوم مع تايدال فوليوم مع اكسبيراتوري ريفرس فوليوم يعني من هنا لحد هنا
فايتال كاباسيتي، جمعت كله على بعضه سميته التوتال لونج كاباسيتي. بس كده هنيجي بقى شباب نتكلم على في عوامل بتأثر على الفايتال كاباسيتي، يعني في عوامل بتأثر على النفس بتاع الشخص. طبعا الميل غير الفيميل، شخص طبيعي غير شخص بيتمرن او شخص اسليت، شخص مثلا بريجننس او شخص اصلا يعني واحده بريجننسي او شخص واحده بريجننت حامل، غير مثلا واحده عاديه، على النفس طبعا بيتاثر. حد مثلا عنده مشاكل شيست او عنده مشاكل في اللونج، نفسه اكيد مش هيبقى زي الشخص النورمال. فناخدها اولا، بتبقى بناء على اول حاجه النوع، هلاقي ان الميلز او الذكور بتبقى نفسهم اكبر بكتير من الفيميلز، او الفايتال كاباسيتي بتاعتهم اعلى من الفيميلز لسببين. السبب الاولاني ان هم عندهم الماسل ماس بتاعتهم عاليه او الكتله العضليه بتاعتهم عاليه، فبتحتاج اكسجين كتير، فبالتالي ان انا بضطر ان الشخص ده بياخد نفس عالي بياخد اكسجين كتير عشان خاطر يقدر يلبي احتياجات الماسل دي كلها. تمام. تاني حاجه ان اساسا الميلز بتبقى العضلات بتاعتهم قويه او يبقى في سترينث، عضلات مثلا زي الانتركوستال ماسل، عضلات مثلا المساعده في الريسبيريشن زي مثلا سيريتس انتيريور بكتوراليس، عندنا مثلا ستينوكلودوماستويد بنسبه بتساعد بنسبه في الريسبيريشن، كل العضلات دي بتساعد في الريسبيريشن، فبالتالي دي لما بتكون قويه بترفع الريب فبتوسع الشيست كافيتي، فبتدي فرصه للشخص ان هو يوسع ياخد هواء كتير. فده السبب التاني. طبعا دي حاجات هلاقيها في الميلز مش هلاقيها في الفيميلز، يبقى في الفايتال كاباسيتي بتبقى اكبر في الميلز من الفيميلز. تاني حاجه البوستر او الوضعيه، لقوا ان الشخص وهو واقف الفايتال كاباسيتي بتاعته بتبقى اعلى بكتير من هو سيتنج او هو قاعد. ليه بقى؟ لان الشخص وهو واقف بيبقى كل الفيزرا بتاعته وكل الاحشاء بتاعته، سواء كان بقى الليفر والاستومك والسبلين والانتستين، كل الاعضاء اللي بتبقى جوه كلها في مكانها، فمش ضغط على الديافرام من فوق، لان هو اصلا خلاص يعني العضلات بتاعته ريلاكس كلها وكل حاجه في مكانها. فهو واقف لما اجي اخد نفس، اي الشخص ده لما يجي ياخد نفس بقى انسبيريشن انسبيريشن واكسبيريشن، مفيش حاجه هتضغط على الديافرام من فوق فتقلل لي الشيست كافيتي، هو خلاص يعني حاجاته مرتاحه. غير شخص سيتنج، انا دلوقتي قعدت فبالتالي اديت فرصه للفيزرا ان هي تضغط على الديافرام من فوق، فبالتالي الديافرام طلع فقلل لي الشيست كافيتي، فالشخص ده خلاص يعني نفسه اتاثر او حصل فيه ليميتيشن، فالشخص ده لما يجي ياخد انسبيريشن او يطلع اكسبيريشن بيواجه صعوبة. طبعا في صورة بتوضح دي اللي هي دي، عايزاكم تبصوا على دي. مثلا الشخص ده، نفترض ان الشخص ده هيبقى واقف والشخص ده هيبقى قاعد، الشخص ده هو واقف الديافرام بتاعه هو ريلاكسد مرتاح، فانا عندي الفيزر اللي هنا مش هتبقى ضغط على الديافرام، فبالتالي الشيست كافيتي، شايفين الشيست كافيتي واسع او كبير. غير الشخص مثلا لما يكون قاعد فكده الفيزرا بتبقى مثلا موجوده هنا، بتبقى ضغط على الديافرام فالديافرام بيبقى طالع لفوق، فالشيست كافيتي بيبقى اقل من هنا، يعني مثلا الشيست كافيتي هنا اقل من هنا، فالشخص بيحصل للشخص ده ليميتيشن في الهواء، ان هو لما بيجي ياخد بقى انسبيريشن ويطلع اكسبيريشن مش هيبقى بنفس قدره ان الشخص واقف. تمام. فيحصل فيه طبعا الفايتال كاباسيتي هتقل لشخص قاعد عن شخص واقف. تالت حاجه وهي الفيزيكال تريننج، او الشخص ده لو بيتمرن، الشخص ده لو بيتمرن هلاقي ان العضلات بتاعته سترينس، او العضلات بتاعه حصل سترينس في المصل، العضلات بتاعته قويه، فلما العضلات بتبقى قويه وخصوصا العضلات اللي هي بتبقى في الريسبيريشن اللي بتساعد في الريسبيريشن زي مثلا الانتر كوستال مصل، او زي مثلا العضلات المساعده زي السيريتس انتيريور زي البكتورالس زي الميجر وماينور، زي مثلا الاسترنوكليدوماستويد، عضلات كتير جدا بتساعد في الريسبيريشن. العضلات دي كلها فبتبقى قويه بترفع الشيست لبره او بتوسع الشيست كافيتي فبتدخل لي هواء كتير. تاني حاجه يا جماعه، ان احنا عندنا عدد الالفيولاي اللي في الشخص الطبيعي 300 مليون الفيولاي، طبعا مش كلهم شغالين اثناء الريست، او مش كلهم شغالين عند الاشخاص كلها. انا كواحده نورمال وموجوده في حاله الريست، موجود عندي الفيولاي شغاله بنسبه اللي تعيشني، في غيري بيتمرن فالتمرين بيفتح الفيولاي كتير او بيخلي الكابيلاريز يحصل لها دايليشن، فبيحصل فيه يعني جاز اكستشينج في الالفيولاي دي اللي هي المفروض مقفوله عندي، فالشخص اللي هو بيتمرن هيفتح الفيولاي كتير، فبالتالي هيحصل فيه جاز اكستشينج عالي، فبالتالي الهواء اللي داخل او فيتال كاباسيتي هتزيد، بلس ان العضلات بتاعته اصلا هيبقى حاصل فيها سترينث قويه. فالفيزيكال ترين الناس اللي بتتمرن طبعا فيتال كاباسيتي بتاعتهم اعلى بكتير من الناس العاديه. الابدومينال ماسز، الشخص لما يكون عنده حاجه كده في بطنه عامله له ماس او عامله له كتله ضاغطه برضو على الديافرام من فوق فمقلله الشيست كافيتي.
زي مثلا الناس اللي عندها السايتس او الناس البريجنانسي، الناس البريجنانت، الست البريجنانت او الستات الحوامل تحت، احنا عارفين الصوره ولنفترض هي بتبقى نفس الفكره دي بالظبط. انا اقول لكم يعني ايه دي، يعني هفسر لكم الصوره دي دلوقتي. بس نتخيل ان الست واحده حامل ففي جنين جوه، فبالتالي الجنين ده زائق الفيزرا كلها ناحيه فوق، يعني زائق المعده والليفر والسبلين وكل حاجه زائقها لفوق. فالحاجات دي كلها ضغط على الديافرام، نفترض ان الديافرام بيبقى موجود هنا، الحاجات دي كلها ضغط على الديافرام، فرفع الديافرام لفوق، يعني رفع الديافرام لفوق، فبالتالي الشيست كافيتي بتبدا تقل، فالست دي بتبقى مش قادره تاخد نفسها بـ 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 باريحيه شويه. تمام، نفس فكره برضو الاسايتس. الاسايتس اللي هو الانتفاخ يا جماعه، او بيسموها الاستسقاء. الانتفاخ ده اللي هي الصوره دي، انه اصلا بيبقى عندي في الجي اي تي والجهاز الهضمي وخصوصا المعده والمنطقه اللي جوه دي بيبقى متحوطه بحاجه اسمها البرونيوم، اللي هو غشاء اسمه البرونيوم. البرونيوم ده جواه كمان او محوط حاجه اسمها برونيال كافيتي. البرونيال كافيتي اللي هي المفروض الخط اللي انا عامله عليه احمر ده هو ده البرونيال كافيتي. المفروض ان البرونيال كافيتي دي بتبقى زي الصوره اللي على الشمال، بيبقى مش موجود فيه اي فلويد او اي ميه او اي حاجه زي كده. البرونيال كافيتي ما بيبقاش فيه موجود فلويد، فبيبقى موجود عند الشخص ده مشاكل في الجي اي تي او اي مشكله عنده في منطقه الابدومن بتخلي فيه فلويد او بتخلي فيه ميه موجوده في البرونيال كافيتي اللي هي المفروض اصلا ما تكونش فيها اي حاجه. فنتيجه الاكيوميليشن اوف ذا فلويد، تراكم او كتله الميه اللي موجوده دي بتعمل لي ضغط للفيزرا اللي فوق، فما بتطلع الفيزرا لفوق نفس الفكره اللي لسه قايلها، هي تضغط على الدافرام فتطلع الدافرام لفوق فتقلل الشيست كافيتي، فبالتالي الشخص ما يعرفش ياخد نفسه طبيعي باريحيه. فدي معنى كلمه اسايتس. تمام، بعد كده هناخد اللي هي الديستنسابيلتي اوف ذا لونج اند شيست، يعني مدى تمدد او قدره تمدد اللونج بتفرق جدا في الفايتال كاباسيتي. انا كواحده عاديه او انا كاسراء، النفس بتاعي لما باجي اخده ممكن اللونج بتاعتي ميحصلش فيها تمدد، فخلاص هي اخرها كده ما اعرفش اخد هوا زياده. كشخص تاني ممكن لما يجي ياخد نفس بتاعه الاليستيك فايبرز بتاعت اللونج بتاعته تتمدد معاه، فبتساعد الشخص ان هو ياخد نفس اعمق. تمام، فدي بترجع للشخص نفسه او بترجع لتركيبه اللونج بتاع كل شخص. طبعا السنسبيليتي اوف ذا لونج، هلاقي ان في شخص الرئه بتاعته بتتمدد وفي شخص لا، والصوره دي موضحه يعني حلوه قوي. الشخص ده حصل فيه دي سنسبيلتي اللونج بتاعته، ان اللونج بتاعته بتتمدد، شفتوا مقدار التمدد قد ايه. الشخص ده يعني هو نفس الشخص ده قبل ما ياخد مثلا انسبيريشن، ده بعد ما ياخد انسبيريشن. تمام، فبتبان ان هي اكبر، فبتاخد هواء كتير، فالفيتال كاباسيتي بتبقى عالي. تمام، برضو الصوره اللي هي على اليمين دي بتوضح لي برضو ازاي الديستنسابيلتي اوف ذا لونج بتاثر في الفيتال كاباسيتي. ان اولا اللونج بتبقى كده بتكبر شويه، وبعد كده ممكن تكبر شويه، ممكن تكبر اكبر نتيجه التمدد. تمام، فكل ده بيأثر في فايتال كاباسيتي. كل ما كانت اللانج قابله للتمدد، كل ما تاخد هواء كتير، كل ما كان الفايتال كاباسيتي عالي او تعلى. كمان الفوليوم اوف ذا بلاد ان ذا سيركيوليشن او بالمونري سيركيوليشن. قبل ما نقول دي يا جماعه، يعني السلايد دي مهمه قوي، خلينا اقول لك ازاي اصلا بيحصل السيركيوليشن بتاعه البلاد بتمشي. اولا انا عندي الهارت اللي هو ده، انا عندي فيه رايت اتريوم او الاذين الايمن، في عندي رايت فينتركل البطين الايمن، في عندي ليفت اتريوم الاذين الايسر، وعندي ليفت فينتركل البطين الايسر. المفروض ان انا عندي فيه هنا وريد اسمه سوري، انا عندي فيه هنا وريد اسمه سوبيريور فينا كيفا، وعندي هنا وريد اسمه انفيريور فينا كيفا. السوبيريور فينا كيفا او الوريد الاجوى في العلوي ده وريد بيسحب الدم الان اوكسجينيتد او الان اوكسجينيتد بلود من كل المنطقه اللي فوق او من الابر، من منطقه الهيد والنك كده. اما الانفيريور فينا كيفا دي بتسحب الدم الغير مؤكسج من تحت، من جسمي من تحت. ما علينا من دي، بس المهم ان الدم الغير مؤكسجين الان اوكسجينيتد بلود هيدخل للرايت اتريوم، وبعد كده هيدخل فيه الرايت فينتريكل، بعد كده هيطلع في البلمونري فين، البلمونري ارتري اللي هو ده، وطبعا ده هو الارتري الوحيد، بلمونري ارتري. تمام، ده الارتري الوحيد اللي بيبقى ماشي فيه دم ان اكسجينيتد، يعني دم غير مؤكسج. طبعا انتوا عارفين المعلومه دي. هيدخل لللونج، هيحصل فيه طبعا ايه، هيحصل فيه جاز اكستشينج، هتطلع البلمونري فين، الدم هيمشي هنا مؤكسج بلمونري فين، وطبعا ده الفين الوحيد اللي فيه اكسجينيتد بلاد هتلاقوا عارفينه. تمام، هتدخل لحد ايه، لحد الليفت اتريوم. المفروض ان الدم المؤكسج هيروح للليفت اتريوم، بعد كده للليفت فينتريكل، وبعد كده يحصل فيه بامبنج في الهارت، فيقوم ضخه في الاورطه. تمام، فالاورطه بقى تقوم ايه، موزعه للجسم كله اللي هو ده الاورطه.
موزعه للجسم كله، ده المفروض النورمال سيركيليشن للبلد. في حالات بقى بلاقي ان فيها اصلا ليفت سايد هارت فيلير، ان انا عندي اصلا المنطقه دي حصل فيها مشكله، او المنطقه دي فيلير ما بتشتغلش، او اصلا بيجي يحصل فيه كونتراكشن في ليفت سايد اوف ذا هارت، في مشكله ان الدم بيدخل هنا، القلب مش قادر ان هو يعمل له بامبنج عشان يضخه في الاورطه والاورطه يوزعه، فنتيجه كده بيحصل فيه طبعا الدم بيبقى موجود هنا، ونتيجة ان هو مش بيفضي مجال يعني مش بيدخل الاورطة، بيحصل فيه برضو ان الدم بيبقى موجود في البلمونري فين وبيفضل لسه موجود في اللونج، فبلاقي ان الرومز بتاعت اللونج اللي هي المفروض تتفضى عشان يدخل فيها هواء كلها مليانة بلد، فانا مش عارفه اتخلص من البلد نتيجه ان فيه هارت سايد فيلير، فبلاقي ان اللونج بتفضل مليانه، بتبقى بتفضل مليانه فيها بلد، ومفيش اي مجال ان انا اعمل فيه جاز اكستشينج او ان انا اخد انسبيريشن اكسبيريشن. ليه؟ لان اصلا الرومز بتاعت اللونج مليانه بلد مش عارفه ادخل فيها اير، فطبعا دي بتدي مشكله كتيره جدا، وبتبقى دي لها عوائد كارثيه على العيان نفسه، معليك من ان الفيتال كاباسيتي قليله، الشخص ده اصلا مش عارف الدم مش قادر يوصل للاورطه عشان يدخل لكل اجزاء الجسم، فالشخص ده بيدخل في حاله سيفير اسكيميا، اسكيميا اللي هي يا اولاد اللي بيحصل فيه زرقان في ايده، زرقان في رجله، اطراف ايده كلها مش وصل لها دم، هلاقي ان مثلا في الانر ليب بتاعته او في شفايفه هلاقيها زرقاء، عينه برده هتبدا يظهر فيها زرقاء، جسمه هيبدا مزرق، الفيتال ساينز بتاعته هتتاثر، زي مثلا اللي هو الميتابوليزم مش عارف يعمل ميتابوليزم لان التيشوز مش وصل لها اكسجين كفايه، فيدخل في مشاكل كتير جدا. بس اللي علينا ان انا اعرفه ان هو الفيتال كباسيتي بتاعته هتقل. ليه؟ لان انا اصلا الانسبيريشن والاكسبيريشن هيقلوا. سوري لان الانسبيريشن والاكسبيريشن هيقلوا نتيجه ان الرومز بتاعت اللنج كلها مليانه بلود مفيش فيها اي اير. طبعا دي معناه بعد كده هندخل على الشيست ديزيزز، ودي طبعا حاجه بديهيه جدا ان لو حصل فيه عندي مشكله في الشيست، او الشخص ده عنده مرض مأثر على الشيست بتاعه، الهواء طبعا الهواء هيتاثر، فمش عارف يعمل انسبيريشن اكسبيريشن، فطبعا دي حاجه بديهيه جدا يا جماعه، لو شخص مثلا عنده شيست ديزيز عنده مشكله في اللنج، هلاقي ان الفيتال كباسيتي بتاعته بتقل، ان هو مش قادر ياخد انسبيريشن، عنده مشاكل انسبيريشن او اكسبيريشن. ليه بقى؟ لان انتوا ان شاء الله لما تكبروا شويه وتوصلوا للبطنه هتاخدوا ان في حاجه اسمها اوبستراكتيف لانج ديزيزز وريستراكتيف لانج ديزيزز، في انواع امراض او نوعيه امراض بتاثر في الانسبيريشن، بتخلي في صعوبه في التنفس ان هو شخص ياخد انسبيريشن، وفي امراض تانية بتخلي في صعوبه في الاكسبيريشن بس الانسبيريشن عادي، في الحالتين الفيتال كاباسيتي هتقل. تمام. قال ان هي كمان بتقل، الفيتال كاباسيتي بتقل الناس اللي عندها مثلا برونكيال ازمه، البرونكيال ازمه دي اللي هو شخص عنده اصلا ضيق في التنفس، ضيق في التنفس هو مش عارف ياخد انسبيريشن اكسبيريشن عادي زي الناس الطبيعيه، او الشخص ده عنده نمونيا، النمونيا دي اللي هو التهاب رئوي حاد، او الشخص مثلا يكون عنده انفيزيما، الانفيزيما يعني الهواء اصلا اللنج بتاعته بتبقى مليانه هواء طبيعي، فهو كده كده اللنج مليانه هواء، فانا مش عارف ادخل لها هواء زياده، فالانسبيريشن هيقل وبالتالي الاكسبيريشن هيقل. كمان غير كده ممكن يكون البلمونري فايبروزس، ان الشخص يكون حصل له تليف في الرئه، فهو شخص مش عارف ياخد انسبيريشن اكسبيريشن، او بالمونري اديما، ان شخص ان الرئه بتاعه العيان ده مليانه ميه او مليانه فلويد، حاصل فيها فلويد اكيوميليشن، ففي امراض كتيره جدا يعني مش دول بس، في امراض كتيره جدا بتاثر في الفيتال كاباسيتي. تمام. وهتاخدوه ان شاء الله باذن الله في البطنه. فملخص اللي انا قلته لغايه دلوقتي يا اولاد، ان نقول عزم زيت الله، فملخص احنا قلنا يا شباب ان الفاكتورز اللي بتاثر على الفيتال كاباسيتي، اول حاجه هي السكس او النوع، الميلز اكبر من الفيميلز، وعرفنا ليه عشان المسل ماس. تاني حاجه البوستر، الشخص وهو واقف بياخد نفسه باريحيه اكتر من الشخص اللي هو قاعد، فالفيتال كاباسيتي بتزيد عند الشخص اللي واقف اكتر من اللي قاعد. فيزيكال تريننج، الشخص لو بيتمرن هلاقي ان الفيتال كاباسيتي بتاعته عاليه، وقلنا ليه؟ عشان الالفيول، لسببين، الالفيولاي بتتفتح زياده، في الالفيولاي بتتفتح فبتشتغل اكتر. تاني حاجه كمان ان العضلات بتبقى قويه، الابدومينال ماسز قلت في حالات الاسايتس والبريجنانسي بتضغط على الدفرين بتطلعه فوق فبتقلل الشيست كافيتي. تاني حاجه السنسابيلتي او مقدار تمدد الرئه، الرئه لما بتتمدد لو قدره تمددها عاليه فالفيتال كاباسيتي هتزيد عند الشخص. شيست ديزيزز، وعرفت ان في امراض بتاثر في الانسبيريشن، في امراض تانية بتاثر في الاكسبيريشن، وفي الحالتين بيقللوا لي الفيتال كاباسيتي. بلود اوف فوليوم اوف بلود، وعرفنا الفكره ان بيحصل فيه ليفت سايد هارت فيلير، فالجزء الشمال من القلب مش عارف يعمل بامبنج للبلد يدخل له اورطه، فبيحصل فيه اكيوميليشن للبلد في الليفت سايد وفي البلمونري فين وفي اللونج، فبيقفل كل الرومز
بلاد، فمش الرومز مش فاضيه ان هي تستقبل اير، تمام؟ فبيحصل فيه ان هي بتقل الفايتال كاباسيتي. عايز اقول لكم كمان معلومه يا جماعه، ان الفايتال كاباسيتي بياخدوها كميجر في قياس الفيزيكال فيتنس او في اللياقه البدنيه. ان الفيزيكال فيتنس الفيزيكال كاباسيتي اصلا معروفه، يعني رقمها معروف، تمام؟ فبيقعدوا شخص طبعا على السبايرومتري وبيطلبوا منه بقى ان هو ياخد نفس عميق ويطلعه، تمام؟ ويقيسوه بقى بالنورمال، لو طلع اكبر بكتير اذا الشخص ده يعني شخص ده يعني اسليت، شخص ده رياضي جدا يعني وبيلعب اكسرسايز كتير. طب لو لقيته قليل، الشخص ده يا اما عنده مشاكل، يا اما بقى من الحاجات اللي احنا قلناها دي، عنده مثلا ان شيست ديزيز، يا اما عنده مثلا الالاستيك فايبرز بتاعه اللونج مش قد كده او مش تمام، او الالاستيك ريكويل بتاعه الالفيولاي، دي حاجه هتاخدوها بعدين ان شاء الله، ان الالفيولاي بتبقى متحوطه او متكونه الجدار بتاعها من الالاستيك فايبرز، هي المسؤوله عن ان بيحصل فيه اكسبيريشن، تمام؟ فممكن تكون ديت عندها يعني الالاستيك ريكويل دي فيها مشكله، فمقلله لي الاكسبيريشن بتاع الشخص ده، فمقصره لي في الاكسبيريشن، فمقلله الفايتال كاباسيتي كده يعني، فباخدها كميجر في قياس الفيزيكال فيتنس. فهو بيقول لي ان ان الفايتال كاباسيتي باخدها كميجر في قياس الفيزيكال فيتنس او في اللياقه البدنيه، لان هي بتحدد كمان مقدار قوه الريسبيراتوري ماسل، العضلات المسؤوله عن التنفس، واللونج الاستيستي اللي انا قلتها، هو ان بيحصل الاستيك فايبرز ديت بتتاثر ولا لا، متاثره ولا لا، بتحدد لي كمان قدره الشخص ان هو يعمل لي الهارد وورك، لان الهارد وورك طبعا محتاج نفس عالي. فالشخص ده لو لقيت الفايتال كاباسيتي بتاعته اقل من النورمال، اذا مش هحمل عليه لود او مش هخليه يعمل حاجه بتتطلب منه مجهود عالي، لان المجهود عالي يعني العضلات هتشتغل، يعني عايزه اكسجين. انت بقى لو عندك الفايتال كاباسيتي اصلا اقل من النورمال، فما ينفعش ان انت تعمل هارد وورك، لان انت ساعتها هتحتاج هواء، يعني هتحتاج نفس كبير، وانت عندك مشكله فهتدخل في مشكلة أكبر، تمام؟ طبعا عايزين نصلي على الرسول، وإن الحوائج لا تقضي بكثرة الصلاة على النبي محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا شباب لو عايزين تاخدوا ريست 5 دقايق ونرجع، يلا بينا. نرجع بقى تاني يا شباب نكمل. وقفنا عند الريسيديوال فوليوم. الريسيدي والفوليوم زي ما اتفقنا هو الهواء اللي بيبقى موجود في اللونج حتى بعد الديبست اكسبيريشن، وما كنا اتكلمنا عنه في اول المحاضره، قلنا ان هو يعني بيبقى فيه موجود هواء عشان ما يحصلش فيه طبعا ايه كولابسنج في الالفيولاي، الالفيولاي ما يمسكش في بعضها، فدي معناها ان هو بيمينتين، ان هو بيحافظ الايريشن، التهويه اوف بلاد بتوين بريسز، ان هو يعني بيخلي فيه تهويه، ما بيخليش الالفيولاي تمسك في بعضها. دي هي النقطه اللي احنا اتكلمنا عليها اصلا في اول المحاضره، تمام؟ تاني حاجه ان هو بيمنع لي كمان الماركت تشينج، التغيرات ملحوظه في الكونسنتريشن، في تركيز الكربون ديوكسيد والاكسجين ان اتش ريسبيريشن، يعني معناها ان اصلا لو ما فيش هواء هلاقي ان تركيزات الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، يعني مثلا الاكسجين هيزيد قوي وثاني اكسيد الكربون هيقل قوي، او العكس، يعني هيحصل فيه تغيرات ملحوظه جدا في تركيزات الاكسجين من الالفيولاي للبلد لو ما فيش ريسيدي والفوليوم، تمام؟ فدي معناها ان هو بيمنع الماركت تشينجز التغيرات الملحوظه في الكونسنتريشن في الكربون ديوكسيد والاكسجين. تالت حاجه برضو نتكلم عنها هي ان موجود في ريتيو او في معدل ما بين ريسيديوال فوليوم، الريسيديوال فوليوم يبقى فوق والتوتال لونج كاباسيتي تحت، تمام؟ ويعني بجيب الريسيديوال فوليوم بقسمه على التوتال لونج كاباسيتي وبضربه في 100%، المفروض ان الرينج الطبيعي او النسبه الطبيعيه والريسيو الطبيعيه تبقى 30%، لكن في بعض الامراض يا صديقي زي ما قلت لك من شويه ان في اوبستراكتيف وريستراكتيف لونج ديزيزز، الشيست ديزيزز، ممكن يكون الشخص ده عنده مرض من اللي بيصعب الاكسبيريشن اللي هو obstructive lung disease، يعني مثلا زي البرونكيال ازمه. لو الشخص ده عنده برونكيال ازمه وعنده ضيق في التنفس، الشخص ده مش عارف يطلع اكسبيريشن، عنده مشاكل في الاكسبيريشن، فهو ياخد انسبيريشن عادي، يطلع اكسبيريشن لا، يعني هو بياخد هواء والهواء ده بيتراكم عنده في اللنج بتاعته، فكده انا بزود التوتال لنج كاباسيتي وبزود السيدي والفوليوم كمان، يعني دي هتزيد ودي هتزيد. ليه بقى؟ لان الشخص ده بياخد هواء، بياخد انسبيريشن عادي بس اكسبيريشن بصعوبه، يعني ياخد هواء كتير يطلع هواء شويه، فبالتالي بيخزن هواء جوه اللنج بتاعته، فكده بزود ريسيديوال فوليوم، بزود فوق وبزود توتال لنج بس ككل، بزود تحت، فكده الريتيو دي هتزيد. المفروض الطبيعيه تبقى ايه؟ المفروض الطبيعيه تبقى 30%. احنا بقى بنستخدمها في ايه؟ ان 30% دي النسبه الطبيعيه، لقيتها زياده معناها ان الشخص ده عنده مرض بيصعب له الاكسبيريشن بتاعه، بياخد نفس طبيعي بس ما بيقدرش يخرج نفسه. طب لو لقيتها قليله معناها ان الشخص ده عنده مشكله في الانسبيريشن، تمام؟ هي بتتاخد كده كساينز. يعني
ندخل على اناتوميكال ديتا سبيس. قلنا لما نيجي ناخد البريسنج يا شباب، النورمال بريسنج انسبيريشن اكسبيريشن، قلت ان هو التايدال فوليوم 500 مللي لتر من الهواء. سؤال، هل كل ال 500 مللي لتر من الهواء دول بيوصلوا للالفيولاي؟ انا دلوقتي عارفه تركيب الريسبيراتوري سيستم، ان المفروض ان انا عندي الاول نوز، عندي فارنكس، عندي ترقيه، عندي برونكاي، عندي برونكيولز متقسمه اتنين، برايمري برونكيولز وسكندري برونكيولز، وبعد كده الالفيولاي. هل كل ال 500 مللي لتر من الهواء اللي انا خدتهم كلهم بيوصلوا للالفيولاي وبيحصل لهم جاز اكستشينج، تبادل غازات؟ قال لي لا، الباسجز دي متقسمه اتنين، في جزء كوندكتنج، جزء بيوصل الهواء لاماكن الجاز اكستشينج، وفي جزء بيعمل الجاز اكستشينج نفسه. قال لي بقى ان الهواء بيفضل ماشي في الباسجز دي لحد ما بيوصل لحد الالفيولاي، بلاقيه 350 مللي لتر من الهواء بس. طب فين يا جماعه ال 150 مللي لتر من الهواء اللي ضاعوا؟ قال ان هو بقوا موجودين في حاجه اسمها الديد سبيس. الديد سبيس دي، الديد سبيس دي اماكن او يعني حاجات في الباسجز اللي هي عباره عن النوز والفارنكس والترقيه والبرونكاي والبرايمري برونكيولز. دول الاماكن ما بيحصلش فيهم جاز اكستشينج، بيبقى موجود فيهم 150 ملي لتر من الهواء. اما ال 350 الباقيين هم دول اللي بيوصلوا للسكندري برونكيولز والالفيولاي، بيحصل لهم جاز اكستشينج. تمام، يبقى الديد سبيس دي عباره عن النوز والفارنكس والترقيه والبرونكاي ومعهم البرايمري برونكيولز. طيب قلت ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن الهواء اللي بيعدي في الريسبيراتوري باسجز، بس ما بيحصلوش جاز اكستشينج اوكيرز، بل بيحصل له كوندكتنج، بيحصل بس كوندكتنج للاير، بيوصل بس. وعباره عن 150 مللتر من الهواء، لان ال 350 الباقيين هم اللي بيوصلوا للالفيولاي، وهم دول اللي بيحصل لهم ايه؟ جاز اكستشينج من ال 500. يبقى انا اتنفست 500 مللتر من الهواء، 150 موجودين في ديد سبيس، 350 موجودين في الجاز، في منطقه الجاز اكستشينج اللي هي الالفيولاي. ايه وظيفه الديد سبيس بقى؟ يعني ايه وظيفه النوز والفارنكس والترقيه والبرونكاي؟ ايه وظيفتهم؟ المفروض ان هم بيعملوا لي ادجاستنج، بيعملوا لي عمليه معادله للتمبريتشر للهواء اللي داخل، للاير تمبريتشر. يعني انا مثلا درجه حرارتي الطبيعيه المفروض ان هي 37.5، 37 37.5. لو انا موجود في منطقه حر قوي او موجود في منطقه برد قوي، الهواء اللي انا، لو انا موجود في منطقه حر، الهواء اللي انا هتنفسه هواء حر قوي او هواء سخن جدا، لو دخل بالسخونه بتاعته دي على الباسجز بتاعتي هتدمرها لي. تمام، او لو انا موجود في منطقه برد قوي وتنفست هواء لو دخل برده ساقع قوي كده هيدمر لي الباسجز بتاعتي. فهو وظيفه الديد سبيس ان هي بتعمل لي ادجاستنج او بتعمل لي معادله للتمبريتشر للهواء اللي بره عشان يدخل جوه يناسب درجه حراره الجسم. تاني حاجه بتعمل لي هيوميديفيكيشن، او بتعمل لي عمليه ترطيب، بترطب الدنيا، خصوصا برده لو الدنيا حر او لو الدنيا يعني ايه رطبه شويه او يعني حر قوي، بتعمل له رطوبه بقى عشان خاطر الباسجز دي ما بتدخلش مره واحده سخنه تبهدل الدنيا. تالت حاجه بتعمل له بروتكشن في الاماكن دي يا شباب، زي مثلا الفارنكس والترقيه وكده، بيبقى في موجود خلايا مناعيه والاميون سيستم بتشتغل. الخلايا المناعيه دي وظيفتها ان هي موجوده بتلقط اي بكتيريا، اي فيروس، اي مثلا فورين بودي داخل، بتاكله وبتعمل له دايجستن، بتعمل له عمليه هضم. بلس ان في الترقيه اصلا بتبقى فيها سيليا. تمام، السيليا دي هي الاهداب، مجرد بس ان في حاجه تدخل الاهداب دي بتخرجها، بتطلعها لبره تاني. تمام، فانا عندي في المنطقه دي الاميونو سيلز في خلايا مناعيه كتيره جدا عشان تلقط اي حاجه غريبه داخل عشان تمنعها من ان هي تدخل الالفيولاي. تمام، فيبقى كتوتال اللي انا قلته لغايه دلوقتي عن الديد سبيس دي منطقه شامله النوز والفارنكس والترقيه والبرونكاي والبرايمري برونكيولز، ما بيحصلش فيها جاز اكستشينج بس بتوصل الهواء للالفيولاي والسكندري برونكيولز. انا بتنفس 500، 150 منهم بيبقوا موجودين في الديد سبيس، 350 هم اللي بيحصل لهم جاز اكستشينج، وبتعمل لي ادجاستنج، بتعمل لي بتعادل درجه الحراره، بتعمل لي هيوميديفيكيشن، ترطيب، بتعمل لي بروتكشن، حمايه من الفورين بودز اللي داخله. تمام، في عندي برضو اتنين مهمين قوي، او في قانونين، حاجه اسمها بالمونري فنتيليشن وحاجه اسمها الفيولار فنتيليشن. بالمونري فنتيليشن دي معدل تهويه اللونج في الثانيه الواحده، يعني اللونج ككل، اللونج بقى ككل، او الديد سبيس بما فيهم ديد سبيس وجاز اكستشينج، معدل تهويه يعني بيدخل الهواء ويخرج منها في الثانيه الواحده. انا بضرب التايدال فوليوم في الريسبيراتوري ريت، يعني الريسبيراتوري ريت الطبيعي من 12 ل 16 نفس مثلا، ده اللي هو الاشخاص الطبيعيه. اشوف الشخص ده الريت بتاعه قد ايه، 12 ولا 16 يعني، او في الرينج ده، واضربه في التايدال فوليوم بتاع الشخص ده، هيطلع لي البلمونري فنتيليشن، يعني اللونج بتتعبى هواء وبتتفرغ من الهواء قد ايه في الثانيه.
تمام. اما الالفيولار فنتيليشن ده بتكلم على الالفيولاي بس، او بتكلم على المنطقه اللي بيحصل فيها جاز اكستشينج بس الالفيولاي، لان انا زي ما قلت ان مش كل الهواء بيدخل للالفيولاي بيتعمل له جاز اكستشينج، بيوصل بس 350. هضرب انا بقى ال 350 اللي هيحصل لهم جاز اكستشينج اللي هيبقوا موجودين في الالفيولاي، لان انا بتكلم على معدل تهويه الالفيولاي نفسها الالفيولار فنتيليشن، واضربه في الريسبيراتوري ريت بتاع الشخص. اضرب ال 350 اضربه في الريسبيراتوري ريت بتاع الشخص واشوف بقى ايه الرقم اللي هيطلع ده قد ايه، ده معدل للتهويه بتاعت الايه الالفيولاي او الالفيولار فنتيليشن او اللي هو البرفيوجن، هاخده كمان شويه هذكر اسمه، هو برفيوجن بقى اللي هو اصلا بيبقى فيه موجود بلاد فبيحصل فيه جاز اكستشينج، تمام. في حاجه اسمها فنتيليشن وحاجه اسمها برفيوجن، انا هوضح لك دي دلوقتي لما نيجي نتكلم على الجاز اكستشينج، بس ابقى عارف ان البلمونري فنتيليشن بضرب التايدال فوليوم في الريسبيراتوري ريت، الفيولار فنتيليشن بضرب بس اللي بالمنطقه اللي بيحصل فيها جاز اكستشينج 350 في الريسبيراتوري ريت. طبعا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، متنساش تقولها في كل في اليوم 100 مره. بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، واجعلني من ورثه جنه النعيم، واغفر لابي انه كان من الضالين، ولا تحزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، وازلفت الجنه للمتقين، يا ربنا يجعلنا منهم يا رب. ندخل بقى على توبك تاني توبك، اتكلمنا يعني اتكلمنا خلاص على اللانج فوليومز والكباسيتيز والحاجات اللي ريليتيف ليها، هندخل على الجاز اكستشينج، وده حاجه يعني حاجه سهله خالص ان شاء الله، عمليه تبادل الغازات خلال البلمونري ميمبرين. اول حاجه عايزه اعرفها ان عشان يحصل تبادل الغازات، الغازات اللي انا بتكلم عليها هي الاكسجين والكربون ديوكسيد، عشان يحصل تبادل الغازات من البلد للكامل للالفيولاي او من الالفيولاي للبلد لازم في حاجتين، لازم يكون في فرق ضغط عشان الغازات بتنتقل من فرق الضغط العالي لفرق ضغط قليل، وبالتالي هتنتقل بالسيمبل ديفيوجن او بعمليه الانتشار من الضغط العالي للضغط القليل. تاني حاجه لازم تكون الغازات ديت ديسولفد، لازم تكون دايبه، لان الغازات ديت ما ينفعش اخدها من الاتموسفير، انا اما باخد اكسجين مثلا من الاتموسفير ما بينتقلش بالصوره اللي هو موجود فيه في الاتموسفير للبلد بتاعي، لا ده هو بيدوب في جدار الالفيولاي وبعد ما بيدوب بينتقل للبلد، فبينتقل في صوره دايبه. يبقى اول حاجه لازم اعرفها حاجتين، عشان يحصل فيه جاز اكستشينج لازم يكون الغاز ديسولفد، لازم يكون دايب. تاني حاجه لازم يكون في فرق ضغط عشان ينتقل الغاز من الوسط الاعلى للوسط الاقل او من الضغط الاعلى الى الضغط الاقل، تمام. ديت ملخص دي. انا عايزه اوريك بس البلمونري ميمبرين ايه هو، او الجدار البلمونري ميمبرين يعني اللي هيحصل خلال الجاز اكستشينج، المفروض ان دي الالفيولاي فيولاي اللي هي دي، تمام، ودي البلد. المفروض ان انا عندي هنا في متبطن خلايا كده اللي هي التايب 1 وتايب 2، التايب 1 وتايب 2 سيليال سيلز اللي هي بتطلع السيرفكتان، وانا عندي في منطقه هنا كده اللي هي انترستيشال سبيس، دي منطقه فراغ كده موجوده بينها وبين البلد، هعرف ديت ممكن تاثر على الجاز اكستشينج في ايه دلوقتي، بس اللي اعرفه ان في هنا انترستيشال سبيس، تمام. دي مش بتبقى مليانه حاجه، المفروض الطبيعي ما بتبقاش مليانه فلويد ولا بتبقى مليانه ميه ولا اي حاجه خالص. وادي البلد، المفروض ان بيحصل فيه جاز اكستشينج من البلد للالفيولاي، هنا الاكسجين مثلا، ثانيه اشيل اللخبطه دي، هنا الاكسجين مثلا بيبقى عالي وهنا الاكسجين بيبقى قليل، تمام. فبينتقل الاكسجين من الالفيولاي للبلد ولازم يكون في صوره دايبه، هنا البلد بيبقى سي او 2 هنا عالي وهنا بيبقى سي او 2 هنا قليل، فبينتقل سي او 2 من هنا لهنا عن طريق برضو السيمبل ديفيوجن لان الضغط هنا اعلى من هنا، دي الفكره، تمام. عايزك بس تعرف دي لغايه دلوقتي. في بقى عوامل بتاثر لي كمان على الجاز اكستشينج او عمليه تبادل الغازات، زي السيرفيس اريا مثلا او عمليه تبادل السيرفيس اريا هي مساحه السطح. احنا اصلا عارفين من ابتدائي ان كل ما تزيد مساحه السطح كل ما تزيد التفاعل او كل ما تزيد البروسيس العمليه اللي انا بعملها، تمام. السيرفيس اريا المقصود بها هنا هي الالفيولاي او جدار الالفيولاي. لسه قايله لكم في اول المحاضره ان احنا عندنا كبني ادمين طبيعيين عندنا 300 مليون الفيولاي، طبعا مش كلهم شغالين في حالات الريست، تمام. الشخص اللي بيتمرن او الشخص اللي بيعمل اكسرسايز بيفتح الفيولاي كتير، كده كده اصلا الالفيولاي بتاعتنا كلها متحوطه بكابيلاريز او متحوطه بشعرات دمويه، بس مش كل الالفيولاي الكابيلاريز اللي حواليها شغاله او بتعمل فيها جاز اكستشينج. بناء على ايه؟ بناء على ان الشخص ده لو بيتمرن هيفتح الالفيولاي دي فالكابيلاريز هتشتغل، فكده هيزود لي البلمونري ميمبرين، فكده هيزود السيرفيس اريا،
فكده هيزود الجهاز اكستشينج. فدي نفس الفكره بتدور حواليها برضو السيرفيس اريا بتاع البلمونري ميمبرين بتزيد خلال الاكسرسايز. ليه؟ لان الالفيولاي طبعا عدد الالفيولاي اللي تبقى شغاله هتزيد، وبالتالي الكابيلاريز اللي بتحوط الالفيولاي اللي هتشتغل دي هي كمان هتشتغل وهتعمل لي جهاز اكستشينج. تمام. ديو تو اوبننج اوف كلوزد بلمونري كابيلاريز، كابيلاريز لما افتح الفيولاي الكابيلاريز برضو تشتغل، ويحصل في دايليشن للبريزنت كابيلاريز، يعني هيحصل في كمان دايليشن ان الكابيلاريز الشرد المويه دي هيحصل فيها توسيع او هتتمدد، فبرضو هتزود لي الجاز اكستشينج، فبيديني مور اكسبانشن اوف ذا الفيولاي، ان الالفيولاي بيبدا ينتفخ بقى. تمام، هيبدا يتوسع. فيعني كملخص ان السيرفيس اريا لما تزيد بيزود لي مين؟ بيزود لي الجاز اكستشينج. الشخص لما يتدرب هيفتح الفيولاي كتير، الكابيلاريز هتشتغل، هيحصل فيه دايليشن، فبالتالي هيزود لي الجاز اكستشينج. في قاعده هي بتقول ان ذا جريتر اوف ذا سيرفيس اريا، كل ما يزيد السيرفيس اريا كل ما الجاز ديفيوجن هيزيد. وعرفت الفكره؟ ده اول حاجه اهي، عايزه اوريكم الصوره دي، ان انا دي الالفيولاي يا جماعه، يعني كل واحده الفيولاي، كل واحده الفيولاي، الالفيولاي دي مش كلها شغاله، يعني مثلا ممكن الاقي هنا بيحصل في الاشخاص النورمال هنا بيحصل في جاز اكستشينج، هنا بيحصل في جاز اكستشينج، هلاقي دي هنا اي نعم متحوطه بكابيلاريز وكل حاجه بس مش بيحصل فيها جاز اكستشينج، لان دول شغالين خلاص هم معيشني. الشخص بقى لما بيتمرن هلاقي ان دول كمان فتحوا، فكده يعتبر السيرفيس اريا زادت، فالجاز اكستشينج هيزيد. تمام. تاني حاجه وهي البريشر جريدينت، وانا لسه قايلاه دلوقتي، ان فرق الضغط لازم عشان يحصل فيه جاز ديفيوجن لازم يكون في اتنين، فرق ضغط ولازم يكون الجاز ديسولفد. فرق ضغط يعني ايه؟ المفروض ان انا موجود عندي في الالفيولاي وموجود عندي في البلود، لازم يكون فيه واحد اعلى من واحد، يعني مثلا عشان الاكسجين ينتقل من الالفيولاي للبلود لازم يكون البريشر بتاع الاكسجين في الالفيولاي اعلى من البلود، ولازم عشان السي او 2 ينتقل من البلد للالفيولاي لازم يكون الضغط بتاع الكربون ديوكسيد في البلد اكبر بكتير من الالفيولاي. فهنا بيقول البريشر جريدينت او فرق الضغط، كل ما يكون البريشر جريدينت عالي كل ما الجاز ديفيوجن هيزيد. يعني انا هجيب لكم الصوره اللي فاتت دي، المفروض يعني الشخص لما بيعمل انسبيريشن او ما بياخد نفس تركيز الضغط الاكسجين هنا بيبقى 100 وليكن، وضغط الاكسجين في البلد بيبقى 40 مليمتر مركري، فالاكسجين هنا 100 وهنا 40، فبينتقل ال 100 هتنتقل لل 40، فالاكسجين هينتقل من هنا لهنا من 100 لل 40. على عكس ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون مثلا هنا بيبقى مثلا في الفين اللي هو لونه ازرق اهو بيبقى مثلا 46، وبيبقى هنا في الالفيولاي 40، ده ارقام حقيقيه. تمام، 46 هو يبقى هنا 40، فبينتقل بالسمبل ديفيوجن من هنا لحد يعني من البلط للالفيولاي. ليه؟ لان ضغط ثاني اكسيد الكربون في البلط اعلى من ضغطه في الالفيولاي، فبينتقل بالسمبل ديفيوجن. دي الفكره. تاني حاجه كمان، نرجع الصوره دي، تاني حاجه كمان بيقول لي اثناء الاكسرسايز ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان بيحصل هنا مثلا يكون في هنا 100 اكسجين وبيكون هنا موجود فيه مثلا 60 مثلا اكسجين، او يبقى موجود 40، سوري، يعني هنا هيبقى موجود مثلا 100 وهنا هيبقى موجود 40. تمام، فبيحصل في الاورتر بينتقل من هنا لهنا. طب شخص مثلا لو بيعمل اكسرسايز بقى، يعني شخص ده لو بيعمل اكسرسايز عندي عضلات، العضلات بتسحب اكسجين، فال40 دول مش هيبقوا 40، ده هيقلوا. ليه هيقلوا؟ لان اصلا المسلز بتسحب برضو اكسجين، فال40 دول هيقلوا مثلا اخليهم مثلا 25 او 100. والشخص ده هو بيتدرب بياخد بيعمل هايبر فنتيليشن، هايبر فنتيليشن يعني بياخد نفس كتير جدا، يعني هيدخل اكسجين كتير، بدل ما يكون 100 الاقيه مثلا 150. فالجديد وشخص بيتمرن من ناحيه هيعمل هايبر فنتيليشن فهيزود لي ضغط الاكسجين في الالفيولاي، بدل ما يبقى 100 هيبقى 150 نتيجه ان هو بيعمل هايبر فنتيليشن، ومن ناحيه تانية نتيجه ان هو بيعمل تمارين فالاكسرسايز بتسحب ماسلز، فلاقيه ان هو هنا في الارتري من تحت او في البلد هلاقيه ان هو بدل ما كان 40 لا ده بقى 25، فبقى تركيز الضغط الجديد 150 و25. زاد فرق الضغط ولا ما زادش؟ زاد. فلما يزيد الفرق الضغط او البريشر جريدينت يزيد اثناء الاكسرسايز ده بيزود لي الجاز ديفيوجن، دي حاجه كويسه ان هو خلاص الجاز ديفيوجن هيتم بسرعه، لان كل ما زاد البريشر جريدينت كل ما زاد الجاز ديفيوجن. يا رب تكونوا فهمتوا دي.
انا اثناء الاكسرسايز بيحصل هايبر فنتليشن، فانا بزود النفس، فتركيز الضغط الاكسجين هيزيد في الالفيولاي، ومن ناحيه تانية هيقل في البلد نتيجه ان الاكسرس ان المسلز بتسحب اكسجين، فيبقى فرق الضغط الجديد في فرق عالي بينهم، فيحصل في جاز ديفيوجن اعلى. دي معنى الايه، دي معنى السطرين دول، ان بيحصل في بريشر جريدينت انكريزس ان اكسرسايز، بيزيد في الاكسرسايز نتيجه هايبر فنتيليشن، ان تركيز الاكسجين في الالفيولاي بيزيد، ديكريزنج فينس في او 2 ان هو كمان هيقل في الفينز او هيقل في البلد نتيجه ان الايه المسلز بتسحب اكسجين. تمام. كمان في حاجه مهمه اللي هي ليبيد سوليبيليتي او الذوبان. انا عندي سي او 2 ده غاز بيدوب، وعندي اكسجين ده غاز بيدوب. لقوا ان ثاني اكسيد الكربون بيدوب قد الاكسجين 23 مره، فبالتالي ثاني اكسيد الكربون قادر ان هو يخرج يعني قد الاكسجين 23 مره، فده بيأثر في جاز ديفيوجن طبعا. يعني السي او 2 ديفيوجن معدل انتشار ثاني اكسيد الكربون او انتقال ثاني اكسيد الكربون اعلى بكتير من الاكسجين، نتيجه ان هو اصلا السوليبيليتي بتاعته اعلى من الاكسجين 23 مره. دي صورة بتوضح في الاسنان الانسبيريشن، طبعا صورة بتوضح هي اسنان الانسبيريشن، المفروض ان انا يكون عندي الاكسجين هنا عالي في البلد يعني في الالفيولاي او في اللنج عالي، وهنا بيبقى قليل فبينتقل الاكسجين من هنا لهنا. واسنان الاكسبيريشن هنا بيبقى عندي البلد هنا بيبقى نسبة ثاني اكسيد الكربون بتاعته عالية، وهنا ثاني اكسيد الكربون قليلة فبينتقل ثاني اكسيد الكربون من هنا لهنا، والصورة اللي جنبها بتوضح نفس الفكرة. كمان نتكلم بقى على السيكنس او سمك البلمونري ميمبرين نفسه. يعني المفروض ان الالفيولاي الطبيعيه ما تكونش فيها طبقات كتيره، يعني مثلا بيبقى فيه اندوثيليال سيلز او اندوثيليوم بيبقى في جوه الالفيولاي، بيبقى مثلا فيه الجدار بتاع الالفيولاي، بيبقى فيه انترستيشيال سبيس، بيبقى فيه البلد. تمام. افتكروا كده من شويه وريتكم الانترستيشيال سبيس، ثواني لا مش هتيجي دلوقتي، افتكروا كده من شويه وريتكم الانترستيشيال سبيس، وقلت لكم ان المفروض ده ما يبقاش فيه اي فلويد او ما يبقاش فيه اي ووتر او اي حاجه، ويبقى ده صورته الطبيعيه. تمام. المفروض بقى ان لو زاد الثيكنس بتاع البلمونري ميمبرين الجاز ديفيوجن بيقل. طب ممكن يزيد السيكنس ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان يحصل فيه مثلا فيه مرض زي مثلا البلمونري ايديما او بلمونري فيبروزس. سريعا اوريكم صور، دي صور البلمونري ايديما. بالمونري ايديما بيكون الرئه بتاعت العيان مليانه ميه اصلا، يعني شفتوا الصوره دي كلها اصلا مليانه ميه، فالميه دي بيحصل فيها اكيوميليشن للبلد في الانترستيشيال سبيس اللي انا وريته لكم ما بين البلد ومن الالفيولاي، فبالتالي بيعرض المنطقه فبيتخن المنطقه، فالشخص يعني لما يحصل فيه جاز ديفيوجن بروسيس بقى او عمليه الجاز ديفيوجن بدل ما تيجي تنتقل من الالفيولاي تدخل جوه البلد مش هتعرف ليه، لان الانترستيشيال سبيس اصلا فيه فلويد، فهيبقى معدل الانتشار ضعيف جدا، فالتالي دي هتبقى مشكله. دي صوره نورمال للرئه طبيعيه، دي رئه طبيعيه ما فيهاش اي مشاكل، يحصل فيها جاز اكستشينج بطريقه طبيعيه جدا. اما الصوره دي شفتوا مليان ميه، الحته دي كلها مليانه ميه، يعني اوريدي منطقه الالفيولاي كلها مليانه ميه، فالشخص لما يجي يعمل جاز ديفيوجن بقى وعمليه جاز ديفيوجن لما تيجي تتم مش هتعرف تعدي اصلا، الغازات مش هتعرف تعدي، هتتوه في الفلويد اللي موجود، فالشخص ده هيبقى طبعا عنده مشاكل جدا كبيره جدا في الريسبيريشن، او حصل فيه فايبروزيس. فيبروزيس زي ايه؟ انا لسه قايله لكم دي الالفيولاي. تمام. دي طبعا الدم ممر الهواء، الهواء بيدخل هنا والمفروض انه بيجي هنا، والمفروض ان ده الجدار، ده جدار تخين يا جماعه، يعني شفتوا المنطقه دي كل ده فيبروزيس، حصل فيه فيبروزيس في الاندوثيليوم، يعني حصل فيه تليف، شفتوا دي كلها يعني المنطقه الحمراء اللي انا عاملاها دي كلها تليف، فتليف بيحصل فيه تراكم بقى اكيوميليشن بتعمل لي لايرز كتيره، فهو اصلا انا مش عايز اللايرز الموجوده دي كلها، فحصل فيه ليرز، حصل فيه فايبروزس، حصل فيه تليف. الجاز ديفيوجن لما يجي يتم بقى من الفيولاي للبلاط بيبقى موجود بره، هيعدي على كذا طبقه، فبالتالي فيه سكنس عاليه جدا، فالجاز ديفيوجن هيقل. دي برضو هي نفس الفكره، دي حصل فيه سكارنج، يعني ايه دي سكارنج؟ برضو هي سكارنج او فايبروزس، سكارنج او فايبروزس، فمطخنه لي البلمونري ميمبرين، فلما يجي يحصل طبعا جاز اكستشينج، ما يحصل جاز اكستشينج ادي البلاط اهو، هيحصل فيه مشكله في الريسبيريشن. يبقى دي صوره، دي صورة البلمونري إيديما، ودي صورة للفايبروزس، بلمونري فايبروزس، بتوضح لكم ازاي السيكنس بيأثر على الجاز ديفيوجن. في كمان اخر حاجة اللي هي ايه، اخر حاجة الفنتيليشن على البرفيوجن ريت.
انا لما جينا من شويه اتكلمنا ان في حاجه اسمها بالمونري فنتليشن، ده معدل تهويه الرئه ككل عن طريق ان انا بضرب التايدال فوليوم في الريسبيراتوري ريت، وقلت في حاجه اسمها الفيولار فنتليشن، معدل تهويه الالفيولاي نفسها او الهواء اللي بيعدي في الالفيولاي نفسها. ضربت ال 350 بس اللي بيوصلوا للالفيولاي في الريسبيراتوري ريت. هنا بقى بيحصل فيه ريتيو، انا بعمل ريتيو او بعمل معدل ما بين الاثنين، في الفنتليشن على البرفيوجن. الالفيولار فنتليشن تمام اللي هو تقريبا 4 لتر في الدقيقه، يعني الالفيولاي بتتعبى وتتفضى في الدقيقه 4 لتر تمام. البلمونري بلاد فلو اللي هي تقريبا ككل بقى في الرئه كلها 5 لتر في الدقيقه، بقسم دي على دي، يعني اللي هي بيوصل للالفيولاي على الرئه كلها اللي هو 4 على 5، النسبه بتبقى 8 من 10. المفروض ان النسبه تفضل 8 من 10. افرض مثلا انا زودت الفنتيليشن، يعني انا زودت الهواء كده، عملت هايبر فنتيليشن، بس الالفيولاي يعني البرفيوجن اللي وصل للالفيولاي مش عالي كده، النسبة مش هتفيدني في حاجة، كده النسبة مش هتتغير. لازم عشان اقول ان النسبة دي تزيد يبقى لازم الاتنين يزيدوا، لازم الاتنين يزيدوا، يعني معدل تعبئة اللنج ككل تزيد ومعدل تعبئة الالفيولاي تزيد، يعني اللي واصل للالفيولاي برضه بيزيد، ولو النسبة دي هتقل يبقى الاتنين برضه هيقلوا. فالفنتيليشن على البرفيوجن انا بقسم بالفنتيليشن اللي هو الالفيولار فنتيليشن اللي انا قلتها اللي هو 350 في الريسبيراتوري ريت اشوفها كام، واقسمها على البلمونري بلاد فلو اللي هو 5 لتر في الدقيقه تقريبا، واقسمهم على بعض لازم تطلع 8 من 10. تمام، لازم تكون يعني لازم تكون 8 من 10 ده الطبيعي عشان اقول ان النسبه هتزيد او هتقل، يبقى لازم الاثنين يزيدوا او الاثنين يقلوا. طبعا اللي انا قلته لحد دلوقتي بقى ملخص العوامل اللي بتاثر في الجاز اكستشينج. اول حاجه السيرفس اريا او مساحه السطح، وقلت كل ما يزيد مساحه السطح كل ما يزيد الجاز اكستشينج. بريشر جريدينت فرق الضغط، كل ما يزيد فرق الضغط ما بين الالفيولاي والبلود طبعا بيزيد الجاز اكستشينج. ليبيد سوليوبيليتي معدل اللي هو الكربون دي اكسيد سوليوبيليتي اكبر بكتير من الاكسجين، قده 23 مره، فبالتالي هتزيد الجاز اكستشينج في الكربون ديوكسيد. سيكنس كل ما يزيد السيكنس كل ما يقل الجاز ديفيوجن. فنتيليشن على برفيوجن ريتيو لازم يكون 8 من 10، ما يقلش ولا يزيد عن كده، ولازم يكون طبعا ملاحظه النسبه دي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه عن ذكره الغافلون، وكن نافعا ولو بالنيه، فان الله اذا راى فيك خيرا يسرك للخير. طبعا الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ناخد ريست دقيقتين كده 3 دقايق ونرجع يا شباب. نرجع تاني بقى يا شباب نتكلم عن الجاز ترانسبورت او عمليه نقل الغازات اللي بتتم اصلا في البلاد دلوقتي. تمام، حصل فيه فنتيليشن وانا خدت انسبيريشن وخلاص، حصل فيه جاز اكستشينج عمليه تبادل الغازات. هيبدا بقى الغاز ده او الكربون ديوكسيد يمشي جوه جوه البلاد. ازاي بقى هيمشي جوه البلاد، او ايه الصوره اللي هيمشي فيها جوه البلاد عشان يوصل للتشو؟ طبعا هلاقي ان الاكسجين بيمشي في البلاد على هيئه حاجتين اتنين، اما يكون في شكل فيزيكال سوليوشن يعني في شكل دايب او ديسولفد، او يكون في شكل كيميكال اللي هو داخل في مركبات، يعني ممكن الاقيه دايب في البلازما، ممكن الاقيه داخل جوه مركب. ده مبدئيا فيزيكال سوليوشن، او ازاي بلاقيه دايب اصلا. الاكسجين الدايب اللي موجود في البلازما بلاقيه فري، يعني ايه فري؟ يعني مش مرتبط باي مركب، هو لوحده كده دايب في البلازما. ديسولفد بيبقى ديسولفد بيبقى دايب. وافتكر كده قلت لك من شويه ان عشان يحصل فيه جاز اكستشينج لازم يكون فيه حاجتين، لازم يكون الغاز ده دايب او ديسولفد عشان يعرف يعدل البلد. تاني حاجه لازم يكون فيه فرق ضغط، افتكر انا قلت لك الكلام ده. هنا بقى هلاقي ان تاني حاجة بقى لو جينا اتكلمنا على ثانية هشرح لك دي، بس عايزة حتة فاضية بس اكتب فيها، يعني ممكن نكتب هنا مثلا نقول مثلا ان ده تيشو تمام، داخله ارتري وطالع منه فين. الارتر اللي داخله كان مثلا تركيز الاكسجين او ضغط الاكسجين فيه مثلا 100، طالع في الفين مثلا 40، في فرق ولا لا؟ المفروض ان الارتري داخل الاكسجين كان فيه 100 مثلا 100 ملي متر ميركلي، لو انا اتكلم في كضغط، طالع منه كام؟ 40 ملي متر ميركلي. كده التشو استفاد بقد ايه بالظبط؟ استفاد ب 60، صح ولا لا؟ الاكسجين كان داخل 100،
طلع 40 في التيشو واستفاد ب 60 مليمتر ميركلي. المية دول عاملهم قد ايه؟ انا كده بتكلم عليهم كضغط. لو انا بقى كده اتكلمت عليهم كمليهات بقى، ملي ليتر بقى، المية دول عاملهم قد ايه في البلازما؟ المية دول عاملهم 3 من 10 ملي لتر، اللي كل 100 ملي لتر من البلاد. يبقى تاني انا لما كده اتكلمت ان التشو داخل له ارتري، الارتري ده ضغط الاكسجين فيه 100، طالع منه فين، الفين ده ضغط الاكسجين فيه 40، كده التشو استفاد بقد ايه؟ استفاد ب 60 ملي متر ميركلي لو انا هتكلم بفروق ضغط. لكن لو هتكلم بقى كملي لتر، الارتري اللي كان داخل ده كان تركيز الاكسجين فيه 3 من 10 ملي لتر لكل 100 ملي لتر من البلد، طلع 13 من 100 ملي لتر لكل 100 ملي لتر من البلد، اللي هو يعني 3 من 10 دول عاملين 100، والتلتاشر من 100 دول هم اللي عاملين 40. تمام، لو انا هتكلم بملي لتر لكل 100 ملي لتر من البلد. يبقى كده اتفهمت، ان شاء الله اتفهمت، ان الاكسجين اللي بيبقى موجود في البلازما بيبقى دايب او ديسولفد. تمام، وبيبقى كمان التركيز الضغط الاكسجين في البلد 100، لكن لو هتكلم عليه بملي لتر يبقى 3 من 10، في الفين بيبقى 40، لو هتكلم عليه بالملي لتر يبقى 3 من 13 من 100. تمام، في حاجه كمان، ان الديسولفد ده او السوليوشن اللي في الفيزيكال سوليوشن يعني بيحدد لي الدايركشن للموفمنت الاكسجين فروم عند توزا بلد. انا لسه قايله لك من شويه ان عشان يحصل في جاز اكستشينج لازم يكون ديسولفد، لان لولا ان هو ديسولفد مش هينتقل، لان هو اصلا الاكسجين مش بينتقل للبلد الا في حالته الزائبه، فهو اللي بيحدد لي اتجاه الموفمنت الاكسجين من البلد او الى البلد. يعني لو مثلا هتكلم على الالفيولاي والبلد، تركيز الاكسجين ده كتير في الالفيولاي قليل في البلد، هينتقل من الالفيولاي للبلد، عالي في البلد وقليل في التيشو، هينتقل من البلد للتيشو، وهكذا. وكمان بيحدد لي الاكسجين، بيحدد لي كمان النسبه المئويه من الهيموجلوبين ساتوريشن ويز اكسجين. ازاي بقى؟ لان هي دي هقولها كمان بالتفصيل كمان دقيقتين كده بالظبط، ان هو اصلا المفروض بيبقى موجود عندي في البلد في بلازما وفي ار بي سيز. البلازما فيها اكسجين والار بي سيز فيها اكسجين. الاكسجين اللي موجود في البلازما ده اكسجين ديسولفد او دايب، والاكسجين اللي موجود في الار بي سيز ده كومبايند او متحد مع مركبات تانية. فلما يقل نسبه الاكسجين الدايب في البلازما نتيجه ان هو بيدخل التيشو، ساعتها الاكسجين الموجود في الهيموجلوبين هيبدا يطلع من الار بي سيز ويدوب في البلازما عشان يشتغل مكان الديسولفد. ففي الحاله دي الديسولفد هو اللي بيحدد الساتوريشن. يعني ايه؟ المفروض ان الار بي سيز بتبقى في نسبه ساتوريشن، الهيموجلوبين مثلا شايل الاكسجين كفايه، وانس ان لان الهيموجلوبين ماسك في اكسجين، تمام، ماسك في اكسجين وخلاص الدنيا تمام عنده، مش ناقصه اي حاجه، فكده هو ساتوريشن. ففي الحاله دي الهيموجلوبين ساتوريشن يعني مشبع بالاكسجين. لما يحصل والديسولفد اكسجين الموجود في البلازما يقل نتيجه ان هو بيدخل التشو، هيضطر الهيموجلوبين في الحاله دي يسيب الاكسجين اللي ماسك فيه عشان يطلع يدوب في البلازما ويدخل برضه ويحل محل الديسولفد اللي راح مكان التشو. ساعتها الهيموجلوبين يعتبر ساب الاكسجين، فما بقاش ساتوريشن، الساتوريشن في الحاله دي قل. فاللي بيتحكم في الساتوريشن بتاع الهيموجلوبين هو الديسولفد اكسجين اللي موجود في البلازما. تمام، اما الكيميكال بقى، انا لسه قايله برضو ان المفروض ان الشكل الكيميكال ده بيبقى موجود في الار بي سيز او بيبقى موجود في كرات الدم الحمراء، بيبقى موجود في شكل مركبات برضو في اكسجين. الاكسجين اللي بيبقى موجود مش بيبقى فري، مش بيبقى حر، بس بيبقى كومبايند، بيبقى ماسك في الايرن، بيبقى ماسك في الحديد، الهيموجلوبين في الهيموجلوبين، وبيعمل حاجه اسمها اوكسي هيموجلوبين. تمام، انا بس عايزه اوريكم صوره. هي دي المفروض ان ده شكل الهيموجلوبين. طبعا انتوا اخدتوه واكيد اخدتوه في اول الماده تقريبا، ان انا عندي فيه الفا واتنين الفا واتنين بيتا، دي بيتا وبيتا، بيتا وبيتا والفا والفا. تمام، ماسكين في هيم جروب وفي حديد وماسك فيهم اكسجين. يعني مثلا بيمسك هنا اكسجين، كل واحده بتبقى هنا ماسكه اكسجين، وهنا اكسجين، وهنا اكسجين، وهنا اكسجين. ده المركب اللي هو المفروض اصلا ده الهيموجلوبين يبقى موجود في الار بي سيز. الاكسجين هنا بقى بيبقى ماسك في شكل مركبات، مركب مش بيبقى فري، كومبايند ويز ايرن، بيتحد مع الحديد. وعايزه اقول لك كلمه كومبايند ويز ايرن، المفروض ان انا عندي الحديد هنا حديد ثنائي،
تمام، متحد مع الاكسجين. طب واحد دماغه شغاله هيقول لي طب ما اكسجين موجب اتنين، هيتحد مع اكسجين، اما كده هيحصل فيه اكسجينيشن، يعني هيحصل فيه اكسده، فهيبقى اف اي موجب اتنين هيتحول لاف اي موجب تلاته. هقول لك لا يا ناصح، المفروض ان هو ماسك، اي نعم الاكسجين هنا ماسك مع اف اي موجب اتنين، بس مش بيحصل اكسده، ما بيحصلش اكسجينيشن. اكسجينيشن ودي معلومه مهمه قوي. ليه؟ لان الاكسجين هنا ماسك مع الحديد بلوز بوند، ماسك بربطه ضعيفه جدا، يعني مش متحد لدرجه انه يحمي الاكسده، تمام، متحد بربطه ضعيفه، بس ستيل الاف اي موجب اتنين. ودي معلومه مهمه، والدكتوره داليا اكدت عليها في المحاضره وهي بتتكلم، طولت فيها شويه، تمام. فبتعملي حاجه اسمها ايه؟ فبتعملي حاجه اسمها اوكسي هيموجلوبين، مش اوكسجينيتد هيموجلوبين، وركز في الحته دي. يبقى بتعمل اوكسي هيموجلوبين مش اوكسجينيتد هيموجلوبين، ماسك في الحديد، ماسك في الاكسجين، بس بلوز بوند، بربطه ضعيفه، مش للدرجه اللي يحصل له اكسجينيشن او يتعمل اكسجينيشن، تمام. ماشي، الهيموجلوبين بيمسك قلت في الاكسجين، قدره الهيموجلوبين ممكن يمسك اكسجينيه واحده، ممكن يمسك مثلا جزيء، ممكن يمسك اتنين، ممكن يمسك ثلاثة فيبقى ستة، ممكن يشيل أربعة فيبقى هيموجلوبين تمانية. يعني الهيموجلوبين هو وقدرة تشبعه بقى، هو والساتيوريشن بقى، في ممكن يتشبع بجزء واحد، باتنين، بتلاتة، بأربعة، فيعمل لي هيموجلوبين او 2، هيموجلوبين او 4، هيموجلوبين او 6، هيموجلوبين او 8، تمام. بيسيب الاكسجين ده في حالات، اه طبعا في حالات ان الديسولفت اكسجين يقل في البلازما، ساعتها الهيموجلوبين هيضطر ان هو يسيب اكسجين، والاكسجين ده يطلع في البلازما، يدوب في البلازما عشان خاطر يبقى نسبة الاكسجين في البلازما عالية. بلاقي ان الاكسجين بيبقى موجود بشكل كيميكال او بشكل مركبات بنسبه 98.5% موجود في البلاط، يعني 98.5% من الاكسجين الموجود في البلاط بيبقى في صوره كيميكال او في صوره كومبايند، يعني في صوره مركبات مش ديسولفد، تمام. يبقى اللي انا قلته لغايه دلوقتي ان ترانسبورت الاكسجين في منه حاجتين، في منه في فيزيكال سوليوشن بلاقيه بشكل دايب، وفي منه كيميكال سوليوشن بلاقيه بشكل مركبات. موجود في البلاد الشكل الدايب او الديسولفت بيبقى موجود في البلازما، والشكل اللي هو مركبات بيبقى موجود في الار بي سيز. 98.5 من نسبه الاكسجين الموجوده في البلاد بتبقى في صوره كيميكال، بيبقى ايه؟ بيبقى الاكسجين ماسك في الايرن اللي في الهيموجلوبين اللي في الار بي سيز، تمام، وبيتشبع بقى باكتر من حاجه، ممكن يتشبع بجزيء، باتنين، بتلاته، باربعه. اما الفيزيكال سوليوشن ده بيحدد لي اتجاه، بيحدد لي اتجاه الموفمنت بتاع الاكسجين من والى البلد. تاني حاجه كمان ان هو بيعمل لي بيحدد كمان نسبه الساتوريشن، الهيموجلوبين ساتوريشن، تمام. ندخل على الكربون ديوكسيد، ندخل بقى طبعا الكربون ديوكسيد ترانسبورت، وده بلاقي نسبته في الارتيريال بلاد 48 ملي لتر لكل ديسي لتر، تمام. عندي دلوقتي البلاط المفروض ان هو موجود فيه نسبه الاكسجين، ثاني اكسيد الكربون الدايبه، او مش الدايبه، مش هقول دايبه دلوقتي، بس نسبه الاكسجين عموما 48 ملي لتر. هلاقي برضو في منه حاجتين، هلاقي ان في ثاني اكسيد الكربون في منه دايب وفي منه كمركبات موجوده في البلاط. الجزء الدايب او الفيزيكال سوليوشن، الجزء الدايب بيشكل بس 3 ملي لتر لكل ديسي لتر من البلاط، تمام. اما الجزء اللي بيبقى في صوره مركبات 45 ملي. هلاقي دايما يا اولاد ان الـ ان 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 اللي في صوره دايبه بيبقى اقل بكتير من اللي في صوره مركبه، يعني مثلا النسبه الاكبر من الغاز موجوده في البلاط بتبقى في صوره مركبات، والنسبه القليله هي اللي بتبقى في صوره دايب بقى. الدايب ده هو اللي بيحصل بقى جد اكستشينج بقى وتبادل وكده من البلاط والكابيلاريز والكلام ده كله. بلاقي ان الفيزيكال سوليوشن او ثاني اكسيد الكربون الدايب في البلاط هو برضو اللي بيتحكم في حركة الموفمنت بالكربون ديوكسيد من وإلى البلاد، نفس فكرة الأكسجين، لأن أصلا عملية تبادل الغازات قلت لكم خلال الممبرينز، البلاد كابيلاريز بقى، ويعني من التيشو للبلاد ومن البلاد للألفيولاي وكده، دي بقى عن طريق الديسولفيد. فالديسولفيد هو اللي متحكم في حركة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون من وإلى البلاد دي، تمام، تبقى نتيجة الديسولفيد على طول أو الحاجات الدايبة. تاني حاجة كمان هو أنا نسيت أكتبها، إن بيحصل فيه تفاعل جوه البلاد، انتوا اخدتوها في البايو كيمستري، ان هو ايه؟ بيبقى عندي مثلا CO2 زائد ميه، تمام، بيديني H2CO3 اللي هو حمض الكربونيك، H2CO3، ال H2CO3 ده حمض ضعيف بيتفكك لهيدروجين و بايكربونيت اللي هو HCO3، تمام. ده تفاعل اللي بيحصل جوه البلاط، بيعتبر كنوع من انواع البفرنج، يعني انتوا خدتوها في البايوكيمستري 1 اكيد، تمام، انه بيكون عندي ثاني اكسيد الكربون بيبقى دايب، بيتحد مع الميه الموجوده، بيديني حمض الكربونيك، حمض الكربونيك ده حمض ضعيف، بيتفكك بيدينا ايونات هيدروجين وبيديني بايكربونيت اللي هو HCO3، فنتيجه ان هو بيطلع لي هيدروجين، فكده يعتبر هو بيقلل لي
البي اتش، تمام، يعني بيخليها بدل ما بتبقى مثلا 7.4 بيخليها لا 7.3، فبيقللها لي لانه بيخلي الوسط حامضي اكتر، تمام. فمثلا لو الشخص ده مثلا عنده يعني مثلا عنده الحاجات القلويه عنده كتيره، فبيحصل فيه التفاعل ده عشان خاطر يقلل شويه البي اتش ويخلي الوسط حامضي اكتر. انتوا اخدتوها في البايو كيمستري اكيد، تمام. يبقى دي اول حاجه، اول حاجه ان الديسولفت بلازما بيبقى ديسولفت في الفيزيكال. تاني حاجه ان اللي هو بيقلل البي اتش عن طريق التفاعل اللي هو ثاني اكسيد الكربون بيتحد مع الميه بيديني حمض كربونيك، حمض كربونيك حمض ضعيف بيتفكك الهيدروجين وبيتفكك البايكربونيت، فبيقلل لي نتيجه الهيدروجين ده بيطلع، فبالتالي بيقلل البي اتش، تمام. هو اللي بيحدد تمام حركه ثاني اكسيد الكربون منه الى البلازما. تاني حاجه هو الشكل الكيميكال. الشكل الكيميكال بقى هو النسبه الاكبر بيبقى موجود 45 مللي لتر كل ديسي لتر. بيبقى موجود ازاي بقى؟ بيبقى موجود في مركبات، في مركبات اسمها كاربامينو كومباوندز وهفهمك يعني ايه، وفي مركبات تانية اسمها بايكربونيت، يعني بيبقى في شكل بايكربونيت، تمام. الكاربامينو كومباوندز دي معناها ايه يا ولاد بقى؟ ان انا المفروض اصلا عندي الهيموجلوبين، انا دلوقتي عندي الهيموجلوبين، الهيموجلوبين بيبقى فيه بروتين هو بيتحد مع حمض اميني موجود في الهيموجلوبين وبيكون لي حاجه اسمها كاربامينو هيموجلوبين، او اللي هو كاربامينو هيموجلوبين. ان ثاني اكسيد الكربون بيتحد مع حمض اميني موجود في الهيموجلوبين فبيديني كاربامينو هيموجلوبين، او ثاني اكسيد الكربون بيتحد مع بروتينات موجوده في البلازما وبيديني كاربامينو بروتينز، تمام. يبقى ثاني اكسيد الكربون بيتحد مع حمض اميني موجود في الهيموجلوبين فبيديني كاربامينو هيموجلوبين، او بيتحد مع بروتين موجود في البلازما وبيديني كربامينو بروتين، تمام. هتسالني مثلا هتقول لي هو الهيموجلوبين بيشيل ثاني اكسيد الكربون؟ ايوه بيشيل ثاني اكسيد الكربون وبيشيل الاكسجين. الاكسجين بيبقى فيه حالات هيم، الهيم اللي هو حديد، تمام. الحديد بيتحد مع اكسجين فبكده شايل اكسجين عن الطريقه دي يعني. لكن ثاني اكسيد الكربون بيتشال ازاي؟ ان هو بيتحد مع حمض اميني موجود في الهيموجلوبين فبيتشال على هيئه كربامينو هيموجلوبين. لو انا عايزه اعرف اكتر افهم اكتر، هي طبعا دي مش عليكم بس لو عايزين تفهموها، هو ده الحمض الامين. ثانيه، هو ده الحمض الامين، هي مش عليكم هو ده الحمض الامين RnH2 اديته ثاني اكسيد الكربون، تمام. كده انا هعمل ايه؟ هطير هيدروجين، الهيدروجين ده انا هطلعه بره واحط مكانه مش CO2 ده عباره عن COO واحط مكانه COO، فبقت الناتج الجديد طبعا ده تفاعل عكسي رايح جاي. ليه تفاعل عكسي يا ولاد؟ لان انا اصلا انا يعتبر بحتفظ بثاني اكسيد الكربون في الهيئه دي، منين محتاج ثاني اكسيد الكربون هطلعه اكيد، فاهم يعني؟ اصلا المركب ده وانس ان هو يوصل عند الالفيولاي، بيرجع لاصله، تاني بيتحد مع هيدروجين وبيرجع لاصله تاني بيديني حمض امين وبيديني ثاني اكسيد الكربون، فوق ثاني اكسيد الكربون طالع خلاص في الاكسبيريشن، تمام. هو انا بس بحتفظ بثاني اكسيد الكربون في الهيئه دي. ادي الحمض الاميني، وثاني اكسيد الكربون اللي هو عباره عن سي او او، شلت الهيدروجين ده طلعته وحطيت مكانه سي او او، فبقى ده اسمه كربامينو كومباوندز او كربامينو هيموجلوبين. نفس الفكره برضو في البروتين، ان البروتين بدل ما هيبقى بقى ار اي، يعني بدل ما هيبقى ار ان دي هتبقى حاجه تانيه، يعني بدل ما تبقى ار ان لا هتبقى حاجه تانية، هتبقى بي تقريبا افتكر، يعني هتبقى بي وهتبقى دي هيدروجين برضو، هيدروجين نفس الفكره سي او او، هقوم مطلع دي بره وحاطط سي او او، فكده انا يعتبر احتفظت دي، يعتبر سي او 2 برضو بس احتفظت فيها جوه مركب. التفاعل العكسي طبعا، لان منين ما احتاج ثاني اكسيد الكربون الهيدروجين هيتحد مع المركب ده ويديني برضو ثاني اكسيد الكربون عشان يطلع فيه الاكسبيريشن، تمام. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى اكون استفدت ان شاء الله وتكون محاضره لذيذه وخفيفه، وبس يعني دعواتكم بقى في الفتره اللي جايه عشان الامتحانات، ربنا يوفقنا جميعا يا رب. السلام عليكم.